from where does the blood flow into the right atrium؟ يعني يعني بأي بأي vein هو طبعا الرجوع بالنسبة للblood للheart هو by the vein مو تمام؟ فهنا بهذا السؤال ده يطلب الفين اللي يرجع به البلد للرايت اتريوم. احنا عندنا طبعا 3 او 2 مين لارج فين يرجع بها الدم الغير مؤكسج زين من انحاء الجسم مختلفه من كل السيستم يرجع بها للرايت اتريوم. اكو احد يعني يعرف هذا السؤال؟ اكو احد يحب يجاوب هذا السؤال او عنده معلومه؟ انتم مثل ما تعرفون السوبيريور والانفيريور فينا كذا بالاضافه للكورونري ساينس. احسن يعني احنا سائل رجوع البلاد للهارت يرجع للرايت اتريوم. طبعا هو الفكره انه الايجكشن الدم المؤكسج اللي يطلع من الهارت احنا شنو فكرة انه الهارت اصلا يعني هو تميل انه الهارت يشتغل كمضخه وتمام يدفع البلاد اللي هو الاكسجينيت بلاد للسيستم السيركوليشن يطلع منين من الليف فينتريكل ويتوزع بالايورتا لكل سيستم السيركوليشن من يوصل لكل السيستم لكل الاورجن راح شنو طبعا يصير تبادل غازي يعني يروح الاوتو للتشيو وياخذ السي اوتو فمن يرجع يرجع ان اوكسجين بلاد مو تمام يرجع لوين يرجع للرايت اتريوم على مود يروح مره ثانيه لللنج ويصير بايفن تبادل غازي ويصبح دم مؤكسج يرجع للهارت مره ثانيه يعني هاي السحوله سحنه قبل يقولون بال كان السحوله الدوره الدمويه الصغرى تمام اللي هي من الرايت اتريوم البلد يروح لللنج للرئه يصير به تبادل غازي يصبح دم مؤكسج ويرجع للهارت مره ثانيه على مود يتوزع بشكل اخر كارديو ساكل لكل السيستم سيركوليشن واضحه فمن يرجع البلد للرايت اتريوم عن طريق تو مين فين سوبيريور وانفيريور فينا كافا واضحه وكورونري ساينس طبعا هي اكثر شيء يعني المين ريتيرن اوف بلاد للهارت الرايت اتريوم هو عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا زين هسه السؤال الثاني طبعا له ترابط بالسؤال الاول يقول وات فراكشن اوف بلاد فلو انتو ذا رايت اتريوم كمز يعني شنو كمز يعني شنو معناته فراكشن يعني يريد البرسنتج البروبورشن ايش قد نسبه الدم اللي ترجع للرايت اتريوم احنا هسه قلنا عندنا 100% بلاد يرجع للرايت اتريوم تمام ايش قد من هاي ال 100 بالسوبيريا فينا كافا وايش قد بالانفيريا فينا كافا اكو احد عنده سؤال طلاب اكو احد يعرف هذا السؤال او يعرف يعني عنده فكره عن البروبورشن اوف بلاد لكل بين كل لارج بين دكتور الجزء العلوي يكون اقل من الجزء السفلي يعني الدم اللي يرجع من السوبيريا فينا كافا اقل من الانفيريا صحيح لانه احنا هسه اذا ردنا ناخذها بالقياس يعني تحسب الجزء اللي هو above the heart وتشوف الجزء البروبورشن من الجسم اللي هو below the heart يا هو الاكبر يعني احنا من الهارت من الشيست الى اخر نقطه بالفوت مو تمام ونحسب جزء من الهارت ومن الهيد يعني يا هو يطلع النسبه الاكبر الانفيريور عافيه اللي هو below the heart طبعا اللي هو الجزء اللي بلو ذا هارت يرجع الدم بي عن طريق لا فين بالانفيريور فينا كافا تمام والجزء اللي هو ابوف ذا هارت عن طريق شنو؟ السوبيريور فينا كافا بل فيا هو جزء معناته اللي ياخذ نسبه اكبر الانفيريور فينا كافا واللي يصب بالرايت اتريوم يعني اذا ناخذ من ال 100 اذا نقول 100% فالانفيريور ياخذ 80% مو تمام؟ وبقية النسبة 20% بالبين الآخر فأنت تأخذها يعني هيك شيء خلينا نقول حساب رفلي يعني تشوف إنه هذا الجزء اللي هو below the heart هو أعلى من الجزء اللي above the heart وتمام فنحسب يعني دكتور الكورونري ساينس شنو؟ ايش قد نسبة الكورونري ساينس ترجع بيها أكثر شيء منين؟ ويا اللي هو جزء above the heart كورونري ساينس تمام يعني احسبها ضمن ال 20% احسن يعني ضمن ال 20 تقريبا 5% يعني خلينا نقول يعني 5 او 7% من هذه ال 20 تقريبا هي كورونري ساينس تمام دكتور واضحه السؤالين طلاب عندكم عليها اي استفسار يعني هي واضحه انه الدرينج او الريتيرن اوف ذا
بلاد للرايت اتريوم اللي هو اللي هو الان اكسجنت بلاد طبعا غير مؤكسج دم غير مؤكسج يرجع عن طريق ان اللارج خلينا نقول 3 او لارج تو فين اللي هي سوبر وين فيها فينا كذا. والسؤال الثاني هو اذا يعرف اللي بروبورشن النسبه لكل واحد. يعني احنا ساعات تعتبر ال يعني الانفير هو اسيندنج فين مو تمام والسوبر هو ديسيندنج فين مو تمام فيريد يعرف انه يا هو الاكثر نسبه يعني ساعات ديسيندنج معناته سوبيريور والاسيندنج فين هو الانفير فينا كذا فيريد يعرف البروبورشن اوف بلاد بكل فين اللي يرجع للرايت اتريوم. واضحه يا طلاب؟ واضحه؟ واضحه. السؤال الثالث what is the average pressure in the right atrium؟ يعني هسه احنا قلنا البلاد يرجع بالسوبير وفيها كابل الرايت اتريوم. ايش تتوقعون؟ ايش قد الافرج بريشر في الرايت اتريوم؟ هو ايش قد النورمال رينج؟ يعني ومن عندنا نطلع الافرج. الرينج يكون دكتور عفوا من 0 ل 8. نعم هو طبعا شوف هي مقادر يعني لا ترجع للريفرنس بالفيسيولوجي يعني قسم نمطات تقول 0 الى 10 وقسم تقول 0 الى 8 زين بس يكون الافرج الافرج نقدر نقول 4 4 صحيح 4 ملم مركري والافرج بريشر ان ذا رايت اتريوم. بلى دكتور. السؤال الرابع يقول which valve separate the right atrium and right ventricle. احنا ايش عندنا طلاب؟ عندنا left side of the heart عندنا right side of the heart بس يعني ضروري كلش تعرف انه ال valve separated the left atrium and left ventricle وال valve separated the right atrium and right ventricle تمام. فاللي هو يفصل ال right atrium and right ventricle اي valve؟ احد عنده فكره؟ دكتورة تراكاسبيد valve. أحسنت تراكاسبيد valve اللي يفصل الرايت أتريوم عن الرايت فينتركل هو تراكاسبيد valve. زين هذا سؤالها من عندي اللي يفصل الليفت أتريوم عن الليفت فينتركل يا valve mitral valve. أحسنت mitral valve يعني اللي يفصل الليفت أتريوم عن الليفت فينتركل هو mitral valve واللي يفصل الرايت أتريوم عن الرايت فينتركل هو التراكاسبيد valve مثل ما قال زميلتكم. زين هسه تراكاسبيد valve احنا عندنا كاردياك ساكي مثل ما تعرفون هي جزئين بيسين يعني دايستول وسيستول. بالدايستول ايش قاعد يصير للهارت للليفت فنتركل قاعد يصير فيلينج مو تمام امتلاء الليفت فنتركل بالبلد هاي مرحله الدايستول. ومرحله السيستول راح يصير ايجكشن اوف بلد اوتسايد ذا هارت لكل السيستم سيركوليشن عن طريق الايرت. فانت تفهمها انه مرحله الكونتراكشن هي السيستول اللي راح يضخ بيها الهارت البلد اوتسايد وتمام. الدايستول هي مرحله الريلاكسيشن للهارت اللي يمتلي بيها الهارت بالدم وتمام. فاحنا التراكاسبيد فالف ايش وقت يفتح وايش وقت يسد؟ انا وضحت لكم اياها قبل شوي قلت لكم انه الهارت مرحله الريلاكسيشن بالدايستول شنو يبدي يسوي فولينج يمتلي وتمام. وبالسيستول مرحله الكونتراكشن مفروض شنو يصير ايجكشن للبلد اوتسايد ذا هارت. فالتراكاسبيد فالف ايش وقت يفتح وايش وقت يسد؟ اكو احد عنده فكره؟ ترى بالسيستول بالكونتراكشن ينفتح التراكاسبيد فالف ينفتح بالسيستول مو احنا عندنا هذا رايت سايد اوف ذا هارت مو ليفت. انت اذا تحكي كانه مع الليفت هسه يعني دكتور اقصد المايترال ينفتح ايش وقت؟ ينفتح بالدايستول مو تمام؟ وينسد بالسيستول مو تمام؟ فنفس الفكره التراكاسبيد والمايترال نفس الفكره ينفتحون بالدايستول مو تمام قاعد يصير فلنج امتلاء وينسدون بالسيستول. زين دكتور الدايستول والسيستول يقصد بهم بس على الفنتركل يعني مو الاتريوم. هو صحيح بس هو تدري يعني صحيح هي احنا نشوف الدايستول ينقسم اجزاء يصيحوا لي early diastole و end diastole ونفس الشيء بالنسبة للسيستول اكو early systole واكو early diastole اكو late systole يصيحوا له.
او ال او سيستول تجي هسه حتى اشوفها بالمصادر اكو سحوله ال سيستول واكو سحوله اند اوف سيستول ونفس الشيء بالنسبه للدايستول يعني الكونتراكشن اللي هو سيستول مال الاتريوم راح يفتح لي الترايكسبيد بس الدايستول مال الفنتريكل هو اللي راح يفتحها احسن احنا هسه كلكم يعني شوف هو احنا هسه مثلا البلاد تريد تجيبه من احنا هسه من نريد من البلاد نريده يروح للبولمونري متمام لللنج على مود يصير بيه تبادل غازي ويت اكسج متمام فاحنا من ينتقل البلاد جاي من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل ومن الرايت فنتريكل بالبولمونري وين يروح؟ يروح لللنج صحيح؟ فانت بهاي المرحله مرحله الامتلاك يتم للرايت فنتريكل هاي شو بتصير هاي المرحله؟ مو معقوله تصير بالسيستول؟ لا دكتور بالدايستول بدا احسن بالدايستول بالدايستول تكون الهارت ريلاكس والمايوكارديوم ريلاكس تمام ينفتح الدايكاستد فالف يمتلي الرايت اتريوم البلاد يجيب للرايت اتريوم للرايت فنتريكل وبالتالي يروح لللنج صحيح؟ بينما بالسيستول من صار يعني صارت مرحله السيستول يعني اكيد اكيد لانه انت منطقيا اذا يظل الدايكاستد فالف شلون راح يصير السيستول؟ راح يرجع الدم من الفنتريكل للاتريوم احسن اذا ينسد الفالف على مود تبدا مرحله السيستول ويصير ايجكشن اوف بلاد اوتسايد اوف ذا هارت طبعا هي وكانما هي يعني عمليه مترابطه دايستول دايستول صار وراها سيستول دايستول دايستول صار وراها سيستول طبعا دايستول سيستول هاي مثل كارديو سايكل وحده يعني ما لها علاقه بالوراها ولا بالقبلها يعني ومله سوى ايجكشن سيستول الملا دايستول سوى ايجكشن وهكذا فهي شوفها يعني هي الكاردياك سايكل كلها تمثل هي 1 سكند هي كلها 1 سكند بس ياهي الاكثر الدايستول والسيستول من هاي السكند خلينا نقول التايم مال الكاردياك سايكل كله هو 1 سكند اللي ياخذ التايم الاكثر منه ياخذ الاكثر هو الدايستول لانه تدري هاي عمليه تحتاج فلنج فيعني رب العالمين سبحانه الكريم يعني خالق كل شيء بتوازن حتى يصير فلنج يعني امتلاء بهاي المرحله تاخذ الوقت الاكثر بينما السيستول تاخذ الوقت التايم الاقل من الكاردياك سايكل يعني ناس يحسبوها يقولون تقريبا يعني 0.3 من هاي السكند هي سيستول و 0.7 سكند من هاي السكند هي دايستول فشوف ايش قد الدايستول ياخذ تقريبا ضعفين من السيستول من وقت السيستول واضحه؟ نعم دكتور يعني دكتور بالدايستول راح يكون اطول على مود القلب أحسن. ينتظر الدم يدخل للقلب وبعدين ينقبض مو بس هاي معلومه لكم يعني ولا انتم ما مطالبين بها بس حتى بضل يعني بضل بدماغكم ما تنسوها يعني بمرحله الدايستول هم يصير فيلنج وهم يصير بلس سبلاي للهارت المايوكارديوم يعني هاي هاي المضخة ما معقولة بس تضل تضخ دم ما تريد ما تريد نرشمنت ما تريد انرجي لها صحيح فش وقت تاخذ الانرجي مالتها شو وقت تاخذ الطاقة مالتها خلال الدايستول ولهذا رب العالمين خلى الدايستول فترة اطول من السيستول على مود شنو على مود هم يصير فلنج بهاي المرحلة وهم تنتعش تصير فريشمنت للمايوكارديوم تاخذ بلس سبلاي بهاي المرحلة هاي معلومة لكم ولهذا يعني المريض اللي يصير عنده SVT سوبرا فنتكولار تاكيكارديا يجي بالطوارئ ان شاء الله يصيرون اطباء يعني تخاف من عنده هذا ليش تخاف من عنده؟ لانه هذا عنده الدايستول صار كلش قصير فتره الدايستول التايم مالته كلش قصيره فهذا ممكن على ساعه يصير اسكيميا يروح بيها فراسا نحول على انعاش لانه هذا في خطوره الدايستول عنده كلش قصير صار مثل السيستول او اقل من السيستول معناته شنو؟ معناته ما قاعد ياخذ نرشمنت بلس سبلاي كافي المايوكارديوم عنده ولهذا احنا نخاف من عنده ليش ابو التاكيكارديا يعني يصير كولابس عنده بالقلب يصير كولابس يعني ما يلحق ممكن يصير اسكيميا ما يلحق يعني اول شيء بلس سبلاي ما تجي كافيه للمايوكارديوم هي صح هي مضخه والضخ دم هوايه بس تحتاج نرشمنت تحتاج طاقه هسه مثل عامل البنا او اي عامل ايش قد يحتاج طاقه على مود يشتغل تمام فانت اذا ما تعطيه هاي الانرجي ما يقدر بعد يشتغل صحيح؟ تمام دكتور فهاي معلومة لكم يعني هي ما مطالبين بها بس على مود تعرفون انه الدايستول هي مرحلة فيلنج ونرشمنت للهارت
وتكون أطول من السيستول. واضحة؟ السؤال يعني الجواب راح يكون إنه تراكاسفيد فالف مثل ما قال زميلتكم اللي هو يفصل الرايت أتريوم للرايت فنتركل، ومثل ما قال زميلكم أيضا إنه يفتح بالدايستول وينغلق بالسيستول. واضحة؟ أكو سؤال طلاب؟ دكتورة بس ما أخصتكم استوني نزلت هبط الفطور. نعم بالقوة كانت الجي 1 والجي 2 والجي 3 سجلون حضور هو رابط واحد. نعم شكرا. هسه السؤال الخامس، how many action potential are generated by cardiac pacemaker at each heartbeat؟ احنا سجلنا الكاردياك ساتر شو تمثل قبل شوي شرحت لكم اياها شنو هي الكاردياك ساتر او يعني هي سيستول دايستول. زين شو تتوقعون بهاي الكارديك ساكل الوحده كم اكشن بوتنشال يصير؟ يعني الضربه الهارت بيت الوحده هي شكلها مثل كارديك ساكل الوحده مو تمام؟ بهاي الهارت بيت الوحده ايش قد اكشن بوتنشال قاعد يتولد بها؟ عندكم جواب؟ طلاب عندكم جواب؟ دكتور واحد اكشن بوتنشال بس. احسن اكشن بوتنشال واحد لانه كل ضربه كل هارت بيت وحده تعطينا اكشن بوتنشال واحد. يعني ماكو هارت بيت تعطينا اكثر من اكشن بوتنشال. اذا هيك معناته ايش صار؟ صارت خربطه معناته صارت اريثميا عند المريض. زين؟ فالهارت بيت كل هارت بيت وحده تعطينا جنريت اكشن بوتنشال واحد. واضحه؟ انتقل للسؤال اللي بعده. زين دكتوره بالفنتركل الفنتركل مو يحتاج هم اكشن بوتنشال يلا يصير بي ريستنج؟ لا هو شوف الاكشن بوتنشال هو تبدي يعني كان من مرحله اتريوم فنتركل كلها. الطلاب انتوا لا تتعاملون انه هذا الاتريوم معزول عن الفنتركل. هو من يصير بكونتراكشن واحد ومن يصير ريلاكسيشن واحد. نعم دكتور بس الفنتركل يكون جدران نعم. العضلات ما تأقوى من الأتريوم فيحتاج أنه كهربائي على مود يصير بي ريستينج. مو هي إحنا عندنا بيس ميكر خاصة يعني تدري الأس أي نوش تطي كهربائية. إحنا أنا أقول لهم دعم للطلاب يعني بيس ميكر الأساسي ما تلهاس هو الأس أي نوت. الأس أي نوت مثل الوطني أنت شايف الكهرباء الوطني السجقات قوية بحيث توصل الى يعني الى ابعد نقطه بالمايوكارديوم من الاتريوم للفنتركل. نعم تمام. فالاكشن بوتنشال يعني هو كانما هو يعني بوتنشال لكل المايوكارديوم من الاتريوم للفنتركل. تمام دكتور واضحه. السؤال اللي بعده وات از تيبيكال ريستنج هارت ريت؟ هو طبعا يبي عندكم انها شنو إذا عندكم النورمال فاليو. يعني احنا هسه اذا واحد اللي يجي نقيس مالته الهارت بيت او الهارت ريت شلون تقيسوه؟ علموكم شلون تقيسوه مو تمام؟ من البلسيشن من الراديال ارتري تحط ايدك بحيث الثمب الثلاث اصابع اللي هي السبابه والوسطى والاندكس والوسطى خلينا نقول ثلاث اصابع الوسطانيه. فأنت وين راح تحس البيت مات الهارت؟ بالوسطى مو تمام؟ تخليها على الراديال ارتري تحسب الهارت ريت. واضحة؟ طبعا انت من تحسبها اول شيء لازم شنو؟ لازم تحسب انه هي ريجولار مو يعني منتظمة مو جاية ريجولار. وتحسب كم ضربة بالدقيقة. تحسبها على دقيقة كاملة على ساعة طاوة على ساعة وتحسب الهارت ريت. فأنت من تحسب الهارت ريت للبيشنت شلون تعرفه نورمال؟ او اب نورمال شلون تعرفه؟ احد يجاوبني طلاب شلون تعرفه؟ طلاب اكو احد يعرف الجواب؟ دكتور بعد ما حسبنا النبض مالته يعني نعم. دقيقه يعني كل نعم. رقم من 70 ل 100 ضربه بالدقيقه هو يعني من 70 الرينج. نعم هو من 60 يعني احنا لو واحد مثلا واحد اجى 65 تعتبره اب نورمال شلون اذا واحد الهارت ريت مات 65 ضربه بالدقيقه او 64 ضربه بالدقيقه ايش تعتبره هذه اب نورمال؟ لا نورمال ليش اب نورمال؟ معناته النورمال منين اقل من 70
يعني من تمام. الستين من الستين للمية. ايه اذا على المية راح يصير ابنورمال، واذا اقل من ستين يعني فجوه الستين شو يعتبر هو؟ تباطؤ ابنورمال. تباطؤ مين يعرف تباطؤ شو يسمونه؟ شو يصير حول تباطؤ بالنبض؟ اكو احد يعرفه طلاب؟ طلاب اكو احد يعرف شنو التباطؤ بالهارت ريت؟ يعني الهارت ريت اقل من 60. دكتوره يسموه برادي كارديا. احسنتي احسنتي عاشت ايدك. برادي كارديا يعني اللي تحت ال 60، يعني لو مثلا واحد قصد له فرضا الهارت ريت طلع عندي 55 او 54 او 53، يعتبر هذا برادي كارديا. هو مو اب نورمال بس هو برادي، يعني مرات واحد هو يعني خلينا نقول فاميليال هو عنده برادي كارديا، يعني اكو واي ناس يعني واي بيشنت شافته يعني الهارت ريت مالته 58، بس هو ما في شيء هيلثي ويلثي يمشي ويروح ويتحرك ويشتغل عادي، بس هو يعتبر برادي تمام، لانه اقل من 60 الهارت ريت مالته. اذا صار فوق ال 100 شو يصير حول هاي الحاله؟ تسارع بالنبض اذا فوق ال 100 الهارت ريت. دكتور يسمو تاكي كارديا. تاكي كارديا احسنتي، تسارع يعني تحسب له مثلا الهارت ريت، حطيت ايدك على الراديال ارتري وحسبته بالريد جوينت وحسبته طلع مثلا 120 او 130 او مثلا 115، هذا شو يعتبر؟ يعتبر تاكي كارديا. مرات هو البيشنت يقول لك دكتور احس قلبي يدق حيل سريع، من تقيس الهارت ريت شوفه فعلا هو سريع، فعلا الهارت ريت هو فوق ال 100 تمام. تاكي كارديا. الشطر الاخر من السؤال يقول how much blood is ejected from the left ventricle per beat at rest، يعني كمية الدم قصده احنا سامو قلنا بالسيستول شو يصير ejection of blood اللي موجود بالleft ventricle by the aorta to the systemic circulation، يتوزع على كل الجسم، يطلع يصير ejection blood من الleft ventricle لكل الجسم يتوزع by the aorta. فهاي الكمية البلد طبعا بالبيت الوحدة يعني بالكارديك سايكل الوحدة اتريس ايش قد تتوقعوها؟ ايش قد كميتها؟ هي موجودة بكل المصادر طبعا، يعني نورمال فاليو بيها طبعا. هاي شو يصير حوله؟ تسامين ستروك فوليوم. ستروك فوليوم يعرف انه كمية البلد ايجكت from the left ventricle to the systemic circulation per beat لكل بيت وحدة، يصير حوله ستروك فوليوم. يعني انت تسمع انه مثلا ابو القلبيه يقول له ايش قد الستروك فوليوم مال هذا المريض، او مثلا باي ذا ايكو ماشين يطلع لنا ستروك فوليوم، معناته شنو؟ حاسب الماشين او الاله او الايكو ماشين حاسب لنا كميه البلد ايجكت فروم ذا ليفت فنتركل للسيستم سيركيليشن للبيت الوحده. طبعا شنو هاي ادريس؟ لانه احنا سمينا نحكي بالاكسرسايز، بالاكسرسايز حاله اخرى هذه، يعني مو احنا نحكيها ادريس. فكمية البلد اللي هي ejected للسيستم السيركوليشن at rest per beat from the left ventricle يصيحوا له stroke volume. فهنا طالب من عندكم بهذا السؤال النورمال فاليو لهذا stroke volume، يعني شنو معناته stroke volume؟ الفريكشن، fraction of blood اللي هو ejected the outside the heart per beat. ايش افتهمها؟ يعني هو the left ventricle امتلى بالدايستول، خلاص الدايستول بالدايستول، من يد الدايستول الكمية البلد بتطلع اللي برا ايش قد بالبيت الوحده؟ هاي يصيحوا لها ستروك فوليوم. عندكم معلومه ايش قد النورمال فاليو للستروك فوليوم؟ ها طلاب؟ دكتوره 70 مليلتر. لا هي مو 70، 70 كلش قليله. هي المفروض 80. 80 الى 100 طبعا. هي شوف استاذ تروح مصادر شلون اجيب؟ كل حاطين 120. اسف على المقاطعه دكتوره، 120 نعم. ملل تطلع من عدد 70 يبقى من 20 الى 50 داخل الفنتركل. صح، هو طبعا اكو ريديجوال فوليوم يضل داخل الفنتركل صحيح، بس تقريبا خلينا نقول من هاي ال 120 80 تطلع وتمام، ويضل 40 بالفنتركل هذا بكل بيت طبعا، كل هارت بيت وحده صحيح؟ صحيح دكتوره. هو 70 مو خطا، بس يعني 70 اشوفها يعني اغلبيه المصادر، احنا ناخذ على المصادر الاغلبيه، الاغلبيه يطول 80 ومرات حتى توصل 180 الى 100، تعتبر هي ستروك فوليوم نورمال يعني. تمام دكتور. واضحه طلاب؟ واضحه؟
واضح واضح دكتور. هسه نجي لسؤال بعده طلاب، سؤال بعده هو عبارة عن أسئلة ترو فولس، وتمام؟ concerning the heart. سؤال 7 وياي طلاب. A blood flow from the right ventricle into the pulmonary artery. لهاي العبارة شو تقولون صحيحة لو خطأ؟ ترو دكتور. مريض؟ ترو دكتور. صحيح ترو، لأنه إحنا قلنا البلاد يجي من الرايت أتريوم، وين يجي للرايت فنتركل؟ ومن الرايت فنتركل وين يروح؟ على مود يروح للنج بايمن، يروح للبلمونري أرتري، مو تمام؟ يعني على مود إحنا قلنا الدم اللي يجي للرايت أتريوم هو دم غير مؤكتج. من الرايت أتريوم يجي تحت تراكاسفيت فالف، يروح للرايت فنتركل، ومن الرايت فنتركل ينتقل للنج عن طريق البلمونري أرتري. فإذا هاي العبارة شو تقولون عنها؟ صحيحة. In cardiac muscle cell are fused together forming multinucleated fibers. شو تقولون؟ الكارديك مصر سيل هي فيوز، يعني هي multinucleated fiber. شو تقولون؟ هاي العبارة صحيحة لو خطأ؟ أكو أحد يشارك طلاب؟ حلها؟ انتوا اكيد اعطوكم اياها يعني بالنسبه للاناتومي وبالنسبه لل هيستولوجي. لا دكتور العباره خطا، عباره خطا، هي مو مالتي نسيت. احسن دكتور، لان هي اصلا هاي الفايبرز راح نعم. تجي من خلايا متخصصه يعني مو من الكارديك مصر. احسن، فيعني انه هاي العباره مو صحيحه، يعني هي ما تكون، هي مو مالتي نوكليت فايبر، تمام؟ نعم هي شكو بينات، شكو بينات هالسيل كاردياك سيل. اكو شيء يصلحوا لهذا الديسك دكتور؟ انت كاردياك الديسك عافية، يعني معناته كل مصل فايبر ما لها علاقة، مو فيوز ويل صفر، لانه اكو ديسك يفصل بين وحدة ووحدة، تمام؟ فما تصير مالتي نيوكليتد فايبر، مستحيل. واضح هذا السؤال؟ once a heartbeat is initiated. دكتور هي المولتي نيوكليتد فايبرز يقصد بها الفايبر اللي تنقل الاكشن بوتنشال؟ هي الباقية هي شنو كانت مصر عبارة عن شنو؟ عبارة عن فايبر، مو تمام؟ نعم دكتور. ها؟ فهي مولتي نيوكليتد يعني اذا مولتي معناتها فيوز، اذا مولتي نيوكليتد فهي صحيحة فيوز؟ بحيث صار مالتي نيوكليتد فايبر؟ لا لا تمام صحيح، اذا هاي العباره خاطئه. Once a heartbeat initiated، من يصير الهارت بيت بوحده، all healthy cell in the myocardium normally contracted. شو تقولون هاي العباره صحيحه لو خطا؟ يعني من يصير عندنا كاردياك ستاتا بس عندنا هارت بيت، من يصير يعني صار اكشن بوتنشال وصارت هارت بيت، كل السيل اللي مال الكارديوم هي كلها كونتاكتد ات ذا سيم تايم، صحيحه؟ صحيحه او خطا؟ من يصير عندنا هارت بيت وحده؟ لا دكتوره، اول شيء يصير بالاتريوم بعدين بالفنتريكل. يعني هاي العباره خاطئه تقول؟ اي دكتور. ليش خاطئه؟ يعني هي يصير الاتريوم يصير بكونتراكشن معزول عن الفنتريكل ممكن؟ مو دكتوره، هو حيكون قبل الفنتريكل. احنا قلنا اول شيء السمول واللارج، اللارج كونتراكشن. اي لا مو هي الفكره شنو؟ انه من يصير هارت بيت، يعني من صار اكشن بوتنشال صارت هارت بيت، احنا شرحنا قبل شويه قلنا من يصير كونتراكشن سيستول ما معقول الاتريوم كونتراكت والفنتريكل بعده يصير؟ ما ادري دكتور، بس لان شفتها بالمحاضره انه اي الاتريوم صار قبل، يعني الاتريوم صار شورت كونتراكشن والفنتريكل لونج كونتراكشن. اي بس هم شو يصير؟ يصيرون سوا، يصيرون كونتراكشن سوا لو لا ما يصيرون؟ ودكتوره صراحه ما انتبهت عليها بالمحاضره هاي الفكره. لا هي شوف، هي من صار هارت بيت
يعني انتوا يعني حاولوا تتخيلون المساله كلها. هي الاتريا ما معزول عن الفنتركل، هو هم كلهم سوا، يعني كلهم نفس فمن بيجيهم اعاز يصير هارت بيت، الاتريا والفنتركل كل ما حيصير بهم كونتراكشن سوا، ومن يصير الاكتيفيتي كلهم يصيرون سوا ريلاكسيشن، الاتريا والفنتركل. واضحه؟ واضحه. فمن يصير هارت بيت وحده يعني انشيتد معناته ان المايوكارديوم كله كونتراكتد اتريوم فنتركل ما معزول، لانه اذا صارت معزول معناته اكو مشكله صارت عندنا، اذا الاتريوم ما صار في كونتراكشن فنتركل بعده صارت مشكله، هذه صارت اب نورمال. صحيح؟ صحيح دكتور. اذا هاي العباره شنو تعتبر صحيحه؟ تمام؟ اي ترو ترو العفو ترو ترو هذا ان ذا فنتركل ا كونتراكشن ونس بيجن last for about 300 milliseconds. يعني شنو قصده in the ventricle contraction معناته شنو؟ هذه يا مرحلة سيستول أو دايستول. أنا قبل شوي حكيتها أثناء الشرح. منقول in the ventricle a contraction معناتها يا مرحلة سيستول، لأنه إحنا قلنا من يصير ال ventricle بcontraction معناته صار سيستول عندنا على مود واضحة طلاب؟ طلاب تسمعوني؟ العفو دكتورة، بس ان الـ Q&A اي طالب حاليا يقدر يشارك. اوكي. طلاب يصير in the ventricle contraction once begin، يعني من يبدأ الـ contraction يعني معناها يا مرحلة بدأت سيستول او دايستول. اكو احد يقدر يشارك؟ سيستول. سيستول احسنتم سيستول، يعني هاي مرحله السيستول last for about 300 ملي سكند. احنا قبل شوي حكيت لكم قلت لكم كل كارديك سايكل هي 1 سكند، يعني ايش قد ملي سكند؟ كم ايش قد يطلع كل 1 سكند؟ كم ملي سكند بها 1000 مو تمام؟ فاحنا قلنا ثلثين السايكل هي دايستول وثلث سيستول، فتحسب من ال 1000 300 سيستول وتمام و700 ملي سكند دايستول. اذا هاي العباره ايش تعتبر شنو؟ زين دكتور ثاني صحيح دكتور صحيح يمكن صحيح يعني كل المصادر شو تقول؟ تقول انه هي الهارت بيت الوحده يعني كاردياك سايكل الوحده هي 1 سكند، اذا تحول كل 1 سكند كم ملي سكند؟ 1000 وتمام. فإذا نقسم هاي الألف سيستول ودايستول، الدايستول ياخذ الجزء الأكبر مو تمام؟ يعني ياخذ 700 ملي سكند. إيش قد يظل من الألف؟ يظل 300 مو تمام؟ فـ 300 ملي سكند هي سيستول و 700 هي دايستول. إذا هاي العبارة إيش تعتبر؟ تعتبر صحيحة. هو حتى لو قايل لكم ثلث الوقت هي تعتبرها صحيحة، لأنه هي ثلث الوقت سيستول وثلثين دايستول. واضحة؟ واضحة طلاب الفكرة هاي وفهمتوها؟ اه دكتورة تمام. يعني انتوا حتى تفهمون انه التايم الهارت بيت الوحدة يعني ثلثين منه هو دايستول وثلث واحد سيستول، وهو دا يسألكم هنا عن السيستول عن الفنتركل كونتراكشن معناته سيستول مو تمام؟ إذا هاي العبارة صحيحة. نجي the force of contraction of ventricle can be increased by recruiting previously quiescent muscle cells. شنو معناته quiescent muscle cells؟ أول مرة خليني أسألكم شنو معناته quiescent؟ quiescent معناته هادئة هادئة calm معناته. زين احنا ساق قوة الكونتراكشن increased by recruiting previously quiescent muscle cells، يعني هتو ايش تفهمون انه الفورس اوف كونتراكشن هو تراكمي جاي، يعني الدوره اللي قبلها والقبلها والقبلها يلا زود الفورس اوف كونتراكشن، شو تقولون؟ ها طلاب اصبحت الجواب هو يعني كل كونتراكشن نفس الوراء والقبلة، يعني ماكو تراكم الموضوع.
احسن، يعني هاي العباره شو تعتبر؟ غلط دكتوره. خطا. ليش؟ لانه احنا هسه يعني انا سجلت صارت عندي هاي البيت وحده، تمام؟ هاي البيت قوه الكونتراكشن لها علاقه بالبيت اللي قبلها؟ لا ما لها علاقه. كل بيت له كونتراكشن خاص بها. والقوه مالت هذا الكونتراكشن ما لها علاقه بالقبلها. ولا هي تراكميه للقبله والقبل قبله وهكذا. صحيح؟ فهذه معنى هاي العباره، اذا هاي العباره خاطئه. واضحه طلاب؟ واضحه؟ نعبر على السؤال اللي بعده؟ يعني دكتور هو هنا قصده انه نعم. انه مثلا صار عندي بيت وحده، هاي راح تكون بها مثلا نص العضلات يتقلص نص مال القلب، بالبيت الثانيه النص الثاني اللي ما تقلص بالبيت الاولى، هيك يعني قصده من هاي العباره؟ هيك بالي هيك قصده، يعني الفورس اوف كونتراكشن قوه الكونتراكشن، يعني انا يعني هسه هاي مثلا جتي فورس قويه، هاي من جت لانه القبله كانت اقل والقبلها اقوى شويه وتضافر وسوى لي هاي الكونتراكشن الجديده. شو تقول؟ لا دكتور ما لها علاقه، يكون المعزولات وكلها انه راح يتقلصن. هو كل هارت بيت هي جاي يسويها اكشن بوتنشال خاص بها، ما لها علاقه بالقبله ولا بالقبله وهكذا. نعم دكتور. يعني انا يعني اختصر لكم اياها، هذا معناته انه هل هي الفورس اوف كونتراكشن جايه من تاثير تراكمي، تاثير رجعي للاكشن بوتنشال؟ هيك قاصده هاي العباره. دكتور هو شنو يعني قصده بالتاثير التراكمي؟ يعني مثلا انه العضله اللي قبلها تقلصت واكو ظل يعني بها جزء من التقلص الدواء، العضله الثانيه تقلصت زادت قوتها، هيك يعني؟ اي شيء قصده، يعني مثلا انا طيت اعاز تحفيز هاي العضله تقلصت، اجى التحفيز الثاني بقايا ذاك الاكشن بوتنشل الى علاقه بالقوه مالت الكونتراكشن بالمره الثانيه؟ لا دكتور ما لها علاقه، هاي معناها العباره. تمام. والكويشن معناتها هادئه، يعني هادئه او صام ما صار فيها هيك شيء. زين السؤال اللي بعده about the heart rate، يسال على الهارت ريت. What will happen to the beating of heart if the SA node is damaged؟ بس احنا ايش قلنا؟ قلنا البيس ميكر، النورمال بيس ميكر، او خلينا نقول ال يعني تشيف السحوله، تشيف بيس ميكر اوف ذا هارت، الاس ار تي شنو هي؟ هي الاس اي نود، مو تمام؟ احنا قلنا اللي تعطي كهرباء كلش قويه، يعني بحيث الفاين جريد مالتها كلش قليل، بحيث تريجر هيك شيء ستيميليشن اكشن بوتنشال بسيط تعطينا كهرباء كلش عاليه بحيث توصل الى ابعد نقطه بالمايوكارديوم، من هي الاس اي نود. فرضا الاس اي نود صار فيها دمج لسبب ما، فرضا زين، هل يعني انه يعني صار فيها دمج يتوقف الهارت بعد؟ شو تقولون؟ لا دكتور ما يتعوض من خلال خلايا اخرى مثل الاي في نود. احسن يعني اكو معناته اكو سبيرنج بيس ميكر ان ذا هارت غير الاس اي نود. الاس اي نود توقف صحيح، بس عندنا اكو غير بيس ميكر بالهارت، عندنا اي في نود. العفو دكتوره، الريت راح يقل، يعني مو كان هو نورمال من 60 الى 100؟ اي احسن، ليش يقل؟ ليش يقل؟ انا بدي اسالك ليش يقل؟ أيه؟ لان هي الاساسيه باعتبار الاس اي نود هي الاساسيه اللي تعطي البيس ميكر. ها انا اقول لك ليش؟ لانه احنا مثل ما قلت لكم الاس اي نود باعتبار هي تشيف بيس ميكر للهارت، يعني بحيث تريجر، يعني انا شلون واحد مثلا انطيك يعاز بسيط كلش بس يعطي كهرباء عالي، بينما الاي بي نود البانكريات مالتها لا مو مثل الاس اي نود، الاي بي نود تريد شويه ستيميليشن اقوى، تريجر اقوى، يا ما تعطي كهرباء قريب على الاس اي نود، ها مو مثلها. نعم واضحه الفكره؟ اعتقد يعني من 40 طبعا هاي المفروض بالفيزياء ما اخذيها الفايرنج ريت وهذين المصطلحات. يعني انا اكو شيء مثلا من انطي يعني في عاز بسيط هيك ماكو نقره بسيط، نقره بسيطه يعطيني كهرباء عالي، ومرات لا يحتاج اقوى من هاي النقره يلا يعطيني كهرباء. نعم هاي الفكره. فلهذا احنا نقول الاس اي نود، انا اقول دائما اقولهم انه هاي تعتبر وطنيه القلب، يعني شلون الكهرباء الوطني، ايش قد ما تحسبون الكهرباء الوطني بالبيتكم كم فولت تعطي، بينما من تتقطع الكهرباء الوطنيه تجي المولده، والحمد لله احنا قاعد نعيش هذا الظرف حاليا، الكهرباء تنقطع هواي، من تجي تقيس الكهربائيه اللي توصلك مالت المولد للشارع
مو مثل الوضع اليوم، تمام؟ صحيح؟ صحيح طلاب وياي؟ فمعناته انه الاي بي صح جاي، هي تعدك المولد جاي تعطيك لكل البيت، جاي تغذي كل البيت، صحيح؟ مولد الشارع غير، تولد الكهرباء لكل البيت، بس حتى نشوف الجلوب ضعيف ما يضوء قوي، بينما الوطنيه شلون من تجي الضوء الجلوب يعطيك ضوءه عاليه، الاجهزه تنتعش، كهربائيه تصير اقوى من المولد. فانت تفهم انه الاس اي نود هي تعتبر وطنيه القلب، والاي بي نود هي المولده مات القلب. يعني دكتوره الرسم راح لا الرسم ما له علاقه، الرسم يظل هو ريجولار ريجولار، بس قصدي يعني الكتريسيتي اللي تجي مو مثل الاس اي نود. زين هي دكتوره اذا قلت اذا قل الاكشن بوتنشال اللي يطلع من الاي بي نود راح يقل يبقى لا الاكشن بوتنشال هو نفسه، بس زي. مرات مثلا مرات الاكشن بوتنشال احنا مو نريد ينزل من الاتريام للفيرتيكال كله الى حد الابكس اوف ذا هارت. فمرات يعني بعض الناس يعني مو كلها طبعا، ورب العالمين يعني سبحان الكريم خالق كل شيء بقدر، يعني اذا عندك الاس اي نود مشكله الاي بي تشتغل شغلها، بس ما راح يكون بيرفكت 100% في شغل الاس اي نود. يعني مرات انه العائله الكتستي ما توصل كلش للابكس، يعني مرات تصير يعني شوية خلينا نقول أرثمية، شوية بردي مثلاً، متمام؟ ولا هو المي شلون وإحنا حتى إحنا شلون راح نعرف عنده إس أي دمج، متمام؟ راح يصير عنده فد عرض، بحيث يجي الأب القلبية ويقول له عندي هاي المشكلة، يسوي له إي سي جي أو يسوي له مثلاً يشوف إذا عنده هاي المشكلة موجودة، أو قيس الهارت ريت ما تلقى عنده هاي المشكلة موجودة، صحيح؟ تمام دكتورة. واضحة؟ واضح. يعني دكتور الوتم ماله ما يتاثر، بس تتاثر يعني المنطقه اللي توصل لها الاكشن بوتنشال او خلينا نقول السبلاي اللي وين توصل بالنسبه للكريتيكي هذا اللي يتاثر. نعم دكتور. السؤال ذات يقول given the heart has more than one pacemaker why don't different pacemaker compete to drive the heart rate in the normal heart. يعني احنا مو احنا تشريحيا عندنا أكثر من بيس ميكر بالهارت، متمام؟ عندنا إس أي نود، عندنا أي جي، عندنا بعدين باندل برانش، عندنا رايت وليفت، متمام؟ وبيركن جي، صحيح؟ كم بيس ميكر عندنا بالهارت؟ ليش متقودة هذه الهارت ريت النورمال هارت؟ يعني ما تتنافس بيناتها؟ من عنده إجابة؟ أنا قبل شوية مش حكيتها يعني الإجابة مع هذا السؤال. اكو احد اذا سواء اجابه دكتوره الان يعني تكون الاي اي اس نود تكون متخصصه، يعني مجموعه خلايا تكون اس اي نود نعم متخصصه اكثر، ومجموعه الخلايا تكون اكثر من بقيه الخلايا بالكوندكتنج سيستم، فتكون يعني اقوى من البقيه فما يقدر هي مو متخصصه اكثر. لا يعني كنت متخصصه في مواد الكيمياء او لا، اكو شيء اسمه الكهربائيه اكو شيء فايرنج ريت، يعني بوتنشال مرات يكون عندها فاير جريد قليل كلش، بحيث يولد كهربائيه عاليه. فالاس اي نود الفاير جريد مالتها مو مثل الاي بي نود ولا مثل البنجل برانش ولا مثل البركنجي. رب العالمين سبحانه الكريم خالق لكل شيء بقدر، قلت لكم يعني الاس اي نود فاير جريد مالتها كلش قليل، شويه اعلى منها الاي بي نود، شويه اعلى منها البيرسل برانش، شويه اعلى من عندها البيسنج فايبر. ف يعني البيس ميتر موجوده بالهارت مو كلها سيم فايرنج ريت، اكو ديفرنس بين وحده ووحده، وهذا الديفرنس فيه حكمه على مود ينتقل الكتريستي من مكان لمكان. فالفايرنج ريت مالتها مو كلها متساويه، واضحه؟ بس يعني تكون في اقل شيء دكتوره صحيح؟ الاس اي نود اقل فايرنج ريت، الاس اي نود اقل شيء نعم، بحيث يعني من تعطيها اعاز بسيط رأسا تسوت الكهرباء، الاي بي نود بعد شوي اكثر منها، وهكذا تتدرج البيس ميكر اللي بالهارت. ولهذا يعني احنا هسه هي
هي كومبيت يعني خلينا نقول تتنافس او تتضافر، ما تقدر كلها تسوي يعني. هي صح هي وشي كل شيء يجي لي عاج من الاس اي نود الال بي نود بعدين البندل برانش رايت وليفت وبيركنجي صحيح على مود يوصل الى ابعد نقطه بالفنتركل، بس هو شنو هي ما تقدر وحده يعني خلينا نقول تسوي دور الثاني لا، ولهذا الدمج يبين يعني اذا صار بالاس اي نود يبين، اذا صار بالال بي نود يبين. هاي الفكره. يعني دكتورة الإشارة المحفزة جت من خارج الـ SA node، يعني جت مثلا من الـ السمبثاوي جهاز السمبثاوي يعني هيك نقدر نقول؟ بالضبط، يعني سائل في الـ SA node جتها إعاز بسيط كلش سوت كهرباء، إذا هي بيها دمج فهذا الإعاز ما راح تسوي ويجي غيره يلا الفاير جريد مالت الـ SA node تتحرك تعطي كهرباء هيكي. نعم دكتورة عارف فكرة؟ واضح. ننتقل للسؤال بعده على مود الوقت ما يداهمنا. If the nerve are to change heart rate, where in the heart must they act? يعني احنا اذا يتغير يعني اذا واحد يغير ال change the heart rate بعد اعتمادا على السؤال اللي قبله، يعني احنا اذا نريد الهارت ريت نزوده او نقلله، يعني خلينا نقول الجهاز السمبثيك وبارا سمبثيك يشتغل اوتونوميك، وين يشتغل؟ على اي بيس ميكر حتى يتحكم بكل الهارت؟ شو تقولون؟ لا لانه احنا قلنا الاس اي نود هي تشيف بيس ميكر اوف ذا هارت، انت اذا اشتغلت على الاس اي نود هاي البقيه كلها اخذت الاعاز هذا صحيح؟ if the heart rate is 60 يعني beat per minute what is the approximate duration of diastole؟ هاي احنا حكيناها قبل شويه طلعت كنا هي ال 300 سيستول و 700 الدايستول صحيح؟ وياي؟ اي نعم دكتور. هاي حكينا يعني هاي معادل السؤال. نجي السؤال 12 what will happen to the duration of diastole if the heart rate increase؟ إذا واحد عنده صار عنده مثل ما قلت تاكي كارديا يعني الهارت ريت صار عنده increase بيه لل 120 ايش تتوقعون الديوريشن اوف دايستول شو يصير به؟ احنا ساقلنا النورمال ديوريشن اترس هو 700 ملي سكند صحيح؟ وال 300 سيستول. اذا نحكي على الدايستول، الدايستول 700 هي اترس، اذا واحد خلينا نقول ركب لعب اكسرسايز فرضا قام يركض مارس رياضه المشي خلينا نقول فرضا او ركب ايش صار به الهارت ريت اوتوماتيكيا بالاكسرسايز؟ انكريز راح يزداد. نعم دكتور. زين من يزداد على حساب منه؟ على حساب منه؟ على حساب الدايستول مو تمام؟ فشتوقعون الدايستول الدايستول شو يصير به اذا واحد قام يركض احسن راح يقل على مود يلاحظ مو تمام؟ لانه هذا الهارت ريت هاي 120 يعني شلون الحق وياها باعتبار الهارت ريت صار متسارع يعني صار وحده قريبه على الثانيه وحده قريبه على الثانيه فيحاول اختصر بالوقت مالته سيستول او دايستول؟ الدايستول ما في مجال كل وقت قصير الدايستول. فعلى حساب الدايستول راح يعني الهارت ريت راح يزداد. طبعا هي انا قبل شوي حكيت لكم اياها، قلت لكم اذا واحد عنده تاكي كارديا اخاف منه من يجي مثلا بالطوارئ ان شاء الله من تقعدون، اذا واحد يجي عنده مثلا بيت ابن تكره تاكي كارديا راسا احوله على انعاش لانه ممكن هذا يقلب على ساعه فعنده اسكيميا ويروح بها يديك. فكلش خطر التاكي كارديا لانه الدايستول راح يصير في شورت يقل الديوريشن مالته، ومن يقل ممكن يسوي لنا هايبوكسيا. ليش؟ لانه احنا قلنا بالدايستول شو يصير بالمايوكارديا؟ تاخذ البلاد سبلاي مالتها بالدايستول يعني تاخذ النرشمنت مالتها، فاذا قل الدايستول معناته حتى البلاد سبلاي للهارت ما راح يلحق ياخذ بلاد سبلاي، فممكن انه يصير عنده البيشنت هايبوكسيا ويروح بها تصير اسكيميا ويديد. دكتوره مثلا نعم دكتوره بالنشاطات الرياضيه مثلا واحد يبذل جهد من تقل الدايستول ما يشكل يعني مثلا ضرور هذا نورمال مو هذا نورمال هذا نورمال يعني هو راح يشتغل نورمال فيسيولوجي مو الاوتونوميك راح تشتغل السمبثيك والباراسمبثيك راح تشتغل تنظم لهذا بس هو يصير عنده تكيكارديا يصير عنده تكيكارديا نعم بس نورمال يعني بس هو نورمال يعني نورمال نورمال الكمبيوتر ميكانيزم راح تشتغل الاوتونوميك تشتغل بحيث راح شنو نقول تلعب بالضغط تنزله وتصعده والهال حسب الوضع اللي هو فيه. بس اذا هو واحد اساسا بيشنت عنده مشكله وتمام وصارت عنده تكيكارديا هذا اخاف منه هذا لانه
إذا استمرت الأسبي شيء عدة أو فنتركل تاكيكارديا ممكن يسبب له إسكيميا بعدين. فاللي هيك مرضى عادة بالطوارئ أصلا أحولهم على إنعاش على مود يظلون تحت المراقبة. شنو الإنعاش فكرته؟ ما راح يسوي له شيء بس يخلوه تحت المراقبة على الجهاز على المونيتور ويباوعون الـ ECG مالته ويشوفون الهارت ريت مالته والضغط على مود يظل تحت المراقبة. واضحة؟ ننتقل على السؤال اللي بعده طلاب. ها طلاب ننتقل السؤال اللي بعده. نعم دكتور. عندنا هاي الأسئلة بالنسبة لسؤال 13 هي true false. زين يقول regular beating of the heart requires pacemaker cells. شو تقولون صحيحة لو خطأ؟ على الشرح اللي حكيناه المفروض رأسا تجاوبوني. صحيح دكتور. صحيحة. طبعا احنا هو شنو يسوينا regular beating غير انه هو لازم شنو pacemaker excitation true. Electrical activity normally originate in the right ventricle. هي من تبدي الكتكال اكتيفيتي من ال من الرايت يعني صحيح لو خطأ دكتورة خطأ أحسنتم. الكتكال اكتيفيتي spread down the septum via the bundle of his. هاي تشريح أناتومي من تبدي الكتكال من الاس اي نود للاي بي نود وين تروح شلون توصل للفنتركل. صحيح صحيح لانه احنا اللي بنبدا الكتريكال اس اي للاي في البندل اوف هيس رايت وليفت وبعدين بنش فايبر تمام. فهي صحيحه. ذا فيرست بارت اوف ذا فينتريكل از كونتراكت هو الاندوكارديا سيرفيس ات ذا ابيكس. شو تقولون صحيحه لو خطا؟ صحيحه. يعني هو من الابيكس البيز من الابيكس البيز هو من ذا كونتراكشن. فما معقول انتوا شايفين بيز يجي للابكس معناته راح يصير ضغط كومبريشن على البلد فيزل ويصير مشكله. من الابكس للبيز من الابكس للبيز. The heart relax during systole صحيح ولا خطا؟ شو تقولون؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا خطا لانه بالسيستول يصير كونتراكشن مو ريلاكسيشن بينما بالدايستول يصير الريلاكسيشن. واضحه؟ طلاب السؤال بعد filling of the heart هذا graph draw a graph. طبعا volume against time هذا موجود في الكتاب تلقوه بقايتن موجود عندكم graph يوضح العلاقة between the volume and time يعني show the rate of ventricular filling بالdiastole هذا موجود بقايتن تلقوه كل المصادر موجود بها هذا الgraph يعني كمان مو شيء صعب يعني ومعروف يعني with the time الفوليوم اول شيء فوليوم شو يصير بيه اليوم بنت اللي اول شيء قليل مو تمام وشوي شويه بالدورنج دايستول يصعد صحيح يعني اول يعني اول ما يصير دايستول بالارلي دايستول شو تتوقعون الفوليوم قليل وشوي شوي اعتمادا على فرجه يعني يصعد هذه لانه يوصل البيك مالته بعض الجراف موجود في المصدر زين. أكو سؤال عندكم؟ نقلب على السؤال 15. ها طلاب. What the proportion of the ventricular filling occur during the first 100 milliseconds of diastole؟ راح أوضح لكم إياه هذا بديش فد مثل بسيط example بسيط. أنت عندك قاعة فيها طلاب مليانة أو غرفة عفوا بها طلاب يعني خلينا نقول مثل عددكم 390 او 97 والباب هاي مزوده مثل الغرفه هاي او القاعه وفتحت قاعه بصفها القاعه بصفها طبعا خاليه من الطلاب فايش تتوقع اول ما تفتح الباب شو يصير على مود الطلاب يجون من هاي الغرفه المليانه للغرفه الفارغه شو تتوقع شو يصير يكون دخولهم اكثر دكتوره احسن يعني اكبر قش للبلد راح يصير بأول ملي 100 ملي سكند بالدايستول يعني تتصور تخيل البلاد بالدايستول الملي لازم تكون البلاد من الليفت اتريوم وتمام طبعا هذا ما وصل الباب مفتوح الملي الليفت انتركل وصل الفوليوم بالليفت كلش عالي بحيث والبريشر يساوي الفنتركل ويا الليفت انتركل ويا الليفت اتريوم ايش راح يصير بالمايترال فالف راح ينسد
زين يعني بالكاد الساكل الثاني طبعا من يفتح المايترال فالف واجى الليف من اجى الليف انتر بلاد شو تتوقع ايش يجي؟ تجي كميه كبيره الاولى مو تمام؟ الملا الليف انتر وصل للبيك مالته المايترال فالف انسد يعني يا فالف انفتح على مود يطلع الدم لي برا يا فالف منو بيكم يجاوب؟ ها طلاب اصلا حد يعرف الجواب؟ الايورتيك ارتري لا ايورتيك فالف الليفت فالف مو يميلي مو يميلي نهايه الدايستول على مود الدايستول لازم منو اللي يفتح الايورتيك فالف اللي هو السمليونر دكتور اي يعني من يفتح الايورتيك فالف باعتبار الليفت فالف مليان بلد ايش تتوقع اول قش اللي يطلع ايش قد كلش عالي مو تمام at the end سهلا انا قايل لك لكم ان دايستول at the end of diastole هذا سجحكي على الفولينج ما لنا علاقة بالإيجكشن قد احكيكم على الفولينج احنا هسه الدم اجى بالليفت اتريوم واكسجي من اللنج الليفت فنتركل يعني اكو الدفرنس البرشر ما بين الليفت فنتركل والليفت اتريوم ينفتح شنو المايترال فالف اعتمادا على البرشر جريدنت اول ما يمتلي الليفت فنتركل ايش قد يملي اول 100 ملي سكند شو تتوقعون؟ قش عالي لانه هو فارغ والليفت اتريوم بي وايد بلد مو تمام؟ فاول 100 ملي سكند راح تجي القش الاكبر من البلد مثل ما انا قلت لكم غرفتين غرفه مليانه طلاب وغرفه فارغه وفتحت الباب اللي بيناتهم شو تتوقعون القش الاكبر يجي الغرفه الفارغه؟ باول دقيقه كلش عالي بعدين يجي شوي شوي يقل بعدين تشوف انه باخر ساعه تلقى يدخل طالب اخر شيء دول يجون متاخرين ماكو فانت اول دقيقه تتوقع القش الاكبر من اللي الطلاب دخلوا بالغرفه الثانيه مو صحيح؟ واضحه الفكره؟ واضحه الفكره دكتوره يعني معناته النسبه الاكبر البروبوشن الاكبر اللي يصير شنو باول 100 ملي سكند اول ما يفتح المايترال فالف اول ما يفتح تلقى هذا الدم شلون صاير تحت ضغط عالي بالليفت اتريوم فيدخل الليفت فنتركل مو تمام؟ فالقش الكبيرة من البلد وين راح تروح؟ بالليد فنتركل وبعدين شوية أقل وشوية أقل وشوية أقل وهكذا إلى الآن بنهاية الدايستول كمية قليلة من البلد تجي تدور من الليد أكثر من الليد فنتركل واضحة طلاب الفكرة؟ فهو ناس يريد البروبورشن يعني من المية جيت تطي هساب أول 100 ملي سكند من 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 هاي كمية البلد اللي تدخل من مية جيت تطيها تقريبا دكتور 70 احسن 80% من البلد يدخل باول 100 ملي سكند بالدايستول لانه تدري يعني الدفرنس بالبرجر عالي يعني هذا الليفت اتريوم برجر مالته عالي وهذا قليل الفرق بالبرجر فتح الفالف المايترا اول ما يفتح الفالف رأسة البلد يجيب كميه كلش كبيره من الليفت اتريوم للليفت فنتركل واضحه؟ فنسبة 70-80% من البلاط يجي في أول يعني العفو دكتورة هو بلي. يحتاج البنتكال يحتاج 120 ملي ثانية اللي يمتلئ بشكل كامل مو صحيح؟ بلي نعم مو 120 لا ليش هو الدايستول كله كله 700 لا هو يحتاج تأخير حتى يمتلئ إيه يعني تقريبا خلينا نقول 100 تقريبا مو تقريب 100 مية تقريبا زين بس انت اي انا قرات هيك 120 حتى يمتلئ بشكل كامل هو جاي يسالك عن نسبه الدم اللي تدخل باول 100 ملي سكند نعم مية. نعم دكتور يعني نعم احنا سامو احنا ايش قد التايم مات الدايسول 700 مو 700 ملي سكند هو جاي يسال عن البروبورشن اوف بلاد باول 100 اول ما يجي الدايسول اول ما يفتح المايترال فالف تتوقع نسبه نعم كبيره من الدم مثل ما وضحت لكم غرفتين غرفة مليانة طلاب وغرفة فارغة وفتحت الباب اللي بيناتهم أول ما يطبون شقد دولة متحاصين بس يدخلون بهاي الغرفة كل شوية وبعدين تبدي شوي وتقل صحيح؟ نعم دكتور صحيح عشي 70-80% هم بأول 100 ملي سكند يدخلون Why doesn't the ventricle go on filling of at the same rate throughout diastole؟ يعني هسه انت ساعتك بالدايستول ليش ما يدخل البلاد قصده بنفس الريت من الليفت اتريوم للليفت فنتركل شو تتوقع
ليش؟ هو الفوليوم من يصعد بالليفت فنتركل اعتمادا على شنو؟ يعتمد على شنو؟ حتى يبدي. احسنتي. هو احنا لسه مكان مثلا احنا لسه مثل ما وضحتكم هذا المثال قبل شويه، الطلاب ينتقلوا من هذه الغرفه لهي الغرفه اعتمادا على شنو؟ بريشر جريدنت. بريشر بهاي الغرفه الفارغه قليل وبالغرفه المليانه عالي، فاختلاف الضغط خلى الطلاب يجون من هذه الغرفه لهي الغرفه. واضحه؟ نعم دكتوره. فيعني معناته انه هو ليش مو هذا السيم ريت؟ معناته تبعا للبريشر جريدنت. هسه اول شيء البريشر جريدنت عالي فتصير الدشه كبيره تجيب اول من 100 ملي سكند، بعدين يبدي شوي شوي الدفرنس هذا يقل هذا الجريدنت مو تمام؟ يعني فرق الضغط بين المكانين راح يقل الى ان بعد يقول البنتكل ما اريد بلاد، ها هي سنتليت يسد المايكرو فالف. صحيح؟ تمام دكتور. يعني احنا هنا الفوليوم اعتمادا على بريشر جريدنت، اول شيء يكون البريشر جريدنت كلش عالي لدرجه انه البلاد يجي من الليفت اتريوم ينفتح المايكرو فالف، يجي الدم من الليفت اتريوم للليفت فنتركل. شوي شوي هذا الجريدنت ويا الوقت خلال الدايسر يبدي يقل الى ان يساوون ضغط من الليفت فنتركل يساوي ضغط من الليفت اتريوم، يقول له الليفت فنتركل بعد ما يبدا هي يسد المايكرو فالف. واضحه طلاب؟ واضحه؟ نعم دكتور واضح. السؤال بعد يقول what will happen if the venous pressure supply the atrium rise، اذا زاد عندنا الفينوس بريشر اللي هو يغذي الاتريوم، يعني الفينوس بريشر انسايد ذا اتريوم اذا زاد صار انكريز شو يصير بالفوليوم؟ يعني انا هسه الضغط هنا الليفت اتريوم زودته كلش، شو راح يصير بالفوليوم؟ هم يزداد. يعني شنو؟ الان دايستول فوليوم يزداد، صحيح. ليش يزداد؟ لانه كل ما زودتي باعتبار اني زودت الضغط هنا بالاتريوم صار كلش ديفرنت عالي. قلي؟ تناسب طردي يعني بين الضغط والفوليوم. احسن. وإذا نفهمه إنه باعتبار أنا من زودت الضغط هنا يعني الدفرنس زاد عندي معناته، مو صحيح؟ صحيح؟ فالفوليوم أيضا راح يزداد، هم راح يزداد تباعا. نجي طلاب السؤال اللي بعده اللي هو الـ MCQ أما True Force. بعدكم تجاوبوا بس تجاوبون بعد إحنا المفروض هسه فهمنا القصة كلها. فأريد إجابة تكون سريعة وتجاوبوني. إذا ventricle are filled by contraction of a atria. صح دكتورة. شلون صح؟ خطأ دكتور. filling مالته by contraction of atria لو هو pressure gradient وصير filling. عفوا دكتورة. يعني false. نعم. عادي ركزوا يعني شوية ركزوا. when the atria contracts. The mitral and tricuspid valves are open. هو من شو وقت يصير بها الاتريا كونتراكشن؟ شو وقت يصير بها كونتراكشن؟ معناته شكو صار؟ معناته ديفرنس صار بريشر جريدنت مو تمام؟ تمام. يعني مايترال وتراكاسيد اوبن لو لا؟ تفتح لو لا؟ صحيح هاي العباره لو خاطئه؟ معناتها هاي العباره شنو؟ صحيحه مو تمام؟ دكتوره صحيحه بس يصير بها كونتراكشن لا هي شوف هي صياغه العباره خطا، هي المفروض ما يقول وين ذا اتريا كونتراكت، هي شنو؟ هي كونتراكشن واحد اتريا والفنتركل، بس يقول لما المفروض يقول انه لما يصير بريشر جريدنت لازم ذولا يفتحون، هي هاي الصحيحه. احنا هاي اكثر من سنه نعاني من الورك بوكس اكو اخطاء بالعبارات يعني تعبيريه. بس هاي العباره صحيحه طلاب انه من يصير خلينا نقول انه من يصير جريدنت يعني من اتريا كونتراكتد مفروض المايترال والتراكاسيد يفتحون هنا وهنا، هاي صحيحه. The mitral and tricuspid valve open at the beginning of diastole. ايش وقت يفتحون؟
شو تقولون هذا صحيح دكتور صحيح هي صحيح هي صحيح مو هي انا اقول لك هي شنو الفكره انه طبعا وشون يصير الدايسول مخلص السيستم بالدوره جديده المفروض انه يصعد الفوليوم بالليفت اتريا بحيث يصير بريشر جريدل يلا تفتح المايترال وتراكاسبيد فالف. فهاي العبارة بيها كويري مرات تقول صحيحة ومرات تقول خطأ لأنه هو مو at the beginning هو during diastole يعني أول ما يخلص السور أسكن يفتح المايترال شو تقول دكتورة هو غير يمتلي أول مرة أحسن يعني يكون أنه يشن الأتريا ممتلي زين إيه. وصعد بكلش الفوليوم بحيث صار بريشر جريدنت عالي يلا يفتح المايترال بس إيه احنا بالنسبه لسيلين فورمي اعتبرها صحيحه هي فعلا هو مجرد ما يخلص السيستول يبدا دايستول راسا يفتح المايترال صحيحه بس هو دكتور مكتوب في بدايه المايترال في بدايه الدايستول اي يعني دكتور اذا انا عندي دايستول كون الدم يجي من الفينز يروح للرايت والليفت اتريا تمام زين اذا هي المايترال والترايكسبيد مفتوحه راح يرجع من يحكمها الوقت صح يحكمها الوقت ايش قد يستغرق الليفت اتريا حتى ينملي ويصير بالفوليوم عالي ويصير بريشر عالي بحيث يفتح المايترال فالف يعني هي مساله وقت ترى هذه نعم دكتور بس هو ذاك هو الوقت قال في بدايه الوقت في بدايه الدايستول إيه. هو كاتب at the beginning of diastole المفروض يقول during diastole حتى تكون بعد ما بيها كويري هاي العباره يعني واضحه 100% شلون دكتور هو هذا يعني التعبير اشوفه ادق يعني هو بدايه الدايستول اعطيها خطا اعطيها خطا لان هو بدايه الدايستول راح يبدي الاتريوم يصير بيه ريستينج يدخل الدم من السوبيريور والانفيريور فينا كافا ومن البولمونري فين يدخل بس مرات اللي يقراها المتلقي يقراها يفهم انه هاي صحيحه يعني صحيحه لانه فعلا هو من الدايستول ينفتح المايترال فالف والدايستاسيد فالف بس هي صح هي تاخذ مساله وقت لازم الليفت اتريوم ينملي ويصير بريشر عالي بحيث ينفتح المايترال نعم دكتور بس هاي بالإند مال الدايستول نقدر نقول بالإند اي هنا هو قال بالبيجينينج اي هو لا لو كان قاتب at the end of systole نقول false لأنه هو سوى خلاص السيستول فهو معقول أساني يفتح المايترال فالف اي the pressure in the ventricle rise toward the end of diastole شو تقولون البرجر شو يصير بيه البرجر inside left ventricle نهاية الدايستول صحيح دكتورة صحيح أحسنت لأنه هو شنو الحجم احسنت لانه هو يمني الى ان يصير بريشر مالته قليل ويساوي الاتريوم يسد المايترال فالف فصحيحه هاي الاتريال بريشر رايز ديورينج سيستول صحيح لو خطا يعني البريشر انسايد ليفت اتريوم شلون خطا ليش خطا هو بنهاية السيستول هو مفروض مو يقول أدور السيستول at the end of السيستول مفروض يعني لأنه بنهاية السيستول يبدأ هو يمتلي ال left atrium دكتورة صحيح يعني زين what causes the mitral and tricuspid valve to close شنو هو اللي يسبب إنه closure للmitral والtricuspid valve إحنا قبل شوي حكينا تمام يعني أنا ساه هو انفتح المايترال ونمل الليفت فنتركل كل اللي يخلي الفالف ينسد دكتورة الضغط داخل الفنتركل يعلى عن شو اسمه عن الأتريال أحسن الدور الضغط داخل الفنتركل يصير أعلى من الأتريال فنقول له بعد هو الفنتركل يقول للأتريال يقول له بعد ما أريد بلاد فينسد المايترال لأنه الضغط عنده صار أعلى منك أجي دم إلى أن نمله ف اصبح انه خلال at the end of diastole intraventricular pressure exceed or more than the atrial pressure فيخلي انه الفالفين يسدون what happened to intraventricular volume just after the AV valve closed
يعني دول انسدوا اللي دول يسحروا من اي في فالف، يعني اتريو فيزيكولار فالف اللي هي يا هي المايتر والترايكاسفيد. ليش؟ لانه دول يفصلون الاتريا عن الفنتركل، فشي يسحروا الاتريو فيزيكولار فالف اللي هي الترايكاسفيد والمايتر. هذول اذا انسدوا ايش راح يصير؟ ايش ندخل دكتور؟ الحجم يبقى ثابت. احسن، الحجم هنا ثابت، سدوا هم صحيح بس ما صار بشيء الحجم بعدنا، سيبقى ثابت. يعني هاي يا مرحله من الكارديوك سايكل بدت هنا. ايزومتريك احسن كونتراكشن، ايزوفوليمتريك كونتراكشن. وات ويل هابن اف ذا فالف بيكم انكومبتنت؟ اذا صار هسه مثلا فرضا ما يطلع فالف، شنو انكومبتنت معناته؟ شنو طلاب افهمش معناته انكومبتنت؟ يصير ليك، لا مو انا اقولك، مو يعني يصير كانما الفالف يعني مو ببوابات اثنين، يعني الليفلات السحولة اثنين، ما تحكم ما تسد واحدة ويا الثانية، ايش يصير؟ يصير ليك، يعني يرجع الدم باتجاه المعاكس. فاذا صار الفالف انكومبتنت ايش راح يصير بالبلد؟ ايش يصير بيه؟ يعني هو مو يعني هو اتجاه البلد اساسا منين؟ اللي بتاثر للليف فنتركل، مو تمام؟ عن طريق المايترال فالف. البوابات ما تنسد نهائي، يعني مو نسى مو اند اوف ذا سو المفروض ينسد المايترال فالف. من السد ظل البوابات مالته ما محكمات، يعني شلون عندك باب مهوره دكتور بالسيستول؟ اي صح، اللي يرجع الدم من الفنتركل للاتريوم. احسن، جزء من الدم يعني. يعطينا بالنسبة بالستيتوسكوب، هنا حط الستيتوسكوب عن الشسمة البيشنت، شو اسمع بيه؟ اسمع دكتورة الأصوات ما منتظمة تصير؟ مو ما منتظمة، لا هو اكو فيرست وسكند هاي ساوند، بس اسمع صوت ثالث غريب يصيحوا له مرمر. نعم دكتور. مرمر هذا سبب شنو؟ سبب الفالف انكومبتنت، يعني الفالف مو انسد، ما انسد بشكل محكم، قام اكو ليك بلاد رجع باتجاه المعاكس. فطانا شنو؟ طانا صوت غريب غير الفيرست والسكند هاي ساوند. الفيرست والسكند دول نورمال، فيجينا صوت اخر نسمعه، شو صحوا له هذا؟ صحوا له مرمر اللي هو سببه انكومبتنت فالف. وسببه شنو هذا؟ مثال انكومبتنت فالف هو الفلو اساسا بالكاردو فالف سيستم كله ولا من الطبيعي، من صار اتجاه البلد بالعكس تحول الى تيربلنت. انواع البلد فلو، هذا واحد يسالكم شنو انواع البلد فلو، شو تقولوا له؟ اكو لامينر اكو تيربلنت. اللامينر هو النورمال اللي احنا البلد فلو اللي ماشي بكل الكارديوفاسكولار سيستم. ايش وقت ما يتحول هذا اللامينر للتيربلنت يعطينا صوت غريب. ليش؟ هذا الصوت منين جاي؟ اللامينر شكل البلد فلو شلون يصير؟ الار بي سي بالنص والسيروم منه ومنه على البلد فيزل، فيصير يعني خلينا نقول جريان بشكل يعني انسيابي حلو. من يتحول الى نوع ثاني من يعني صارت مثل عندك طريق بالسياره ون واي، مو تمام؟ السيارات تمشي بانسيابيه بهذا الون واي، يجيك واحد رونج سايد، ايش راح يسوي هذا الرونج سايد؟ ايش راح يسوي؟ ها طلاب عندكم اجابه؟ يجيكم واحد بالعكس يمشي، هذا راح يسوي شنو؟ خربطه بالطريق، تتراطم السياره ويا سياره، مو صحيح؟ فنفس الفكره من يصير يعني انكومبتنت فالف يرجع الدم بالعكس، راح يتحول الفلو من اللامينر اللي هو الطبيعي للتربلنت. التربلنت شو يسوي؟ يقوم الار بي سي يصير على جدار منه ومنه بحيث تتراطم بحيث ويا واحده ويا الثانيه تعطينا صوت غريب يصيحوا له مرمر. واضحه؟ بلي دكتور. واضحة؟ نعم دكتور. نجي نقول why does the ventricle not empty completely into arteries during systole؟ يعني هسه هو ليش ما يفرخ ventricle بشكل كامل خلال السيستول؟ احنا ممكن بالسيستول يجيبت بلاد من الليد ventricle للسيستم السيركوليشن عن طريق الايورتا، ليش كله ما يطلع هذا؟ دكتورة بتأثير الايورتيك بريشر؟ احسنت، يعني هو هم يحكمها بريشر جريدن، مو صحيح؟ نعم. يعني هو شو هو شوفوا طلاب البلاد اللي ينتقل من مكان لمكان اعتمادا على بريشر جريدن،
شو وقت ما يصير الديفرنس عالي ما بين هاي النقطة وهاي النقطة تتحول البلد صار فلو من يقل هذا الجريدنت أو هذا الديفرنس أو هذا المكان يصير أعلى من هذا يتوقف الفلو صحيح؟ يعني احنا ساعة من أول ما ينتهي الديش دايستول يبدأ السيستول البرجر باللازم تقول كلش عالي علم الأيورتا صحيح؟ فينفتح الأيورتا كبال وينتقل البلاد من اللازم ينتقل الأيورتا يظل ينتقل 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 إلى أن البرجر سايز أيورتا صار أعلى من اللازم ينتقل شي يصير البالب بي ينسد صحيح؟ ولهذا راح تبقى بقايا ريزيدوال فوليوم موجود باللازم ينتقل اللي حكينا عليه بالبداية تذكرون هذا طلع الستروك فوليوم واللي ظل هذا اكو كمية الفوليوم ظلت بال فلهذا السبب ما يطلع كل البلاز يحكمه منه يحكمه البرجر جريدنت بتوين ذا ليفت فنتركل والايورتا يعني يظل هو البلاد ايجكتد ايجكتد الى ان الى ان يعني يعني يصير هذا الفنتركل اعلى من يعني بالايورتيك بريشر اعلى من الليف فنتركلر بريشر يسد الباب ويتوقف الايجكشن اوف بلاد واضحه What will happen if the heart muscle contract harder? إذا كلش يعني المايوكارديوم كلش صار بيه contraction سريع أو قوي. يعني معناته إنه شنو؟ يعني أنا المسل قام صار بيه ستور كلش harder كلش عالي contraction. شو توقعون؟ دكتور الكارديك أوتبوت راح يقل لأن الفينوس ارتيال راح يقل بالتالي الكارديك أوتبوت راح يقل. لا هو شنو؟ ما له علاقة. الكارديك اوتبوت هو طبعا هنا راح تحكم الاتونوميك هذه ما لنا علاقه فرق واحد فرض انه واحد قام يركض المهات بس كلش كونتراكتد عالي كميه يعني الفيلوسيتي اوف بلاد فلو راح شو يصير بيها اللي تنقل من اللازم تكون للايورتا شو يصير بيها بسرعه بسرعه متمام الفيلوسيتي زاد سرعه الجريان الدم من اللازم تكون للايورتا كلش عاليه مو صحيح يعني ستروك فوليوم راح يطلع كلش عالي فيلوسيتي مالته وبالتالي كميه البلد الضاله الفوليوم بال يعني خلينا نقول نسبه الريشيو مال ستروك فوليوم للفوليوم اللي ضال بالفنتركل ايش راح يصير بيها الاجكشن فراكشن ايش يصير بيها تروح الاجكشن فراكشن هاي النسبه راح تزداد ما يخالف الديه دكتوره شوفوا طلع اذا مثل يعني هارت مثل كونتراكتد كلش هاردر بقوه الفيلوسيتي مال البلاد فلو راح يصير بيها اللي تطلع من الليفت فنتركل تزداد تزداد مو تمام زين من تزداد طبعا هاي بسرعه راح يطلع هذا الدم كله ويوصل ديفرنس عالي الدور يرجع مره ثانيه يسد الفالف ويتوقف معناته انه كميه الفوليوم اللي ظلت همش بيها اللي بقت بالفنتركل ايش فيها هم اكثر يعني ايضا عاليه مو تمام ايضا عاليه معناته الإيجكشن فراكشن هاي تسمح لها يعني نسبة الدم الضلط تسمح لها إيجكشن فراكشن كفاءة يعني إحنا كل ما الكفاءة عالية معناته هاي عضلة القلب نشطة فالفوليوم اللي يضل بالليفت فنتركل معناته عالي هم راح يضل واضحة واضحة طلاب دكتورة بس المصطلح شو يسمونه يسمح لها إيجكشن فراكشن ejection fraction والincrease يعني ejection fraction تمثل نسبة ratio stroke volume للend diastolic volume ejection fraction نعم سامعين يجون المرضى على الايكو يطلبون من عدة جراحين ejection fraction يحسب له على مود يعرفون انه هذا يعني عضلة القلب مالته كفوة يتحمل تخدير له لا فهي هي ejection fraction نسبة stroke volume للend diastolic volume طلاب احنا لازم نسرع لانه الوقت اعتقد اخذنا يعني دكتورة بالنسبة للوقت محاضرة في اثبت شلون زين ممكن تشوفها خمس دقائق ولو بس احكيكم على هارد ساوند نوقف بين اذا سهلات يمكن هو دكتور 50 طالب لسه يعني بس على هارد ساوند لو انتم فاهمين يعني سنتقدم للاسئلة الاخيرة لا والله دكتور اذا اصلا الدكتور عارف من هارد ساوند ما فهمنا شوية بسرعة. هي شوف مختصر شوف الدقيق يعني مو هو عشان حكم يعني مختصر. الهارد ساوند. لب دب يعني first و second heart sound هاي normal physiology.
انت شلون تعرفه شلون تسمعه بالستيتوسكوب؟ الفيس هارت ساوند اللي هو اللب يكون لاودست ولونجست، بينما السكند اللي هو الدب، الدب شو يكون؟ يكون هاي بيتش وشورتر دوريشن ولو انتنسيتي. انا شلون اعرف هذا الفيس وهذا هذا السكند؟ دائما الجاب ما بين الفيس والسكند اقصر من الجاب بين سكند اند فيس هارت ساوند. احنا سموه انك الكارديو ساكل شطينا فيس وسكند، تمام؟ فالدوريشن ما بين الفيرست والسكند اقصر من الدوريشن ما بين السكند والفيرست هاف ساوند اللي جاي يعني. فانا اعرف اقول لب دب لب دب لب دب، هذا الهاف ساوند. اللب هي شنو؟ الفيرست هاف ساوند. الدب هي السكند. شلون اعرفها؟ اللودس ساوند هو اللب، شوف اللب، بينما الدب دب تكون شنو؟ هاير بيتش وشورت دوريشن بيها. زين هنا انا اكو عندكم سؤال على الانسبيريشن، بالانسبيريشن تاثيره على الهارت ساوند. يعني احنا خلال الانسبيريشن هو شنو الانسبيريشن؟ الشهيق. الشهيق شيء يصير عندنا نورمال، نورمال فيسيولوجي، يصير عندنا فيسيولوجيكال كونتريبيوتنج اليمنت للسكند هارت ساوند للدب. يعني هذا فيسيولوجي نورمال، هذا مو اب نورمال، بينما الفيرست ما يتاثر بالانسبيريشن. زين ليش انا ايش قاعد ليش قاعد يصير هذا السبليتنج؟ شنو سببه؟ شنو قاعد يصير؟ انه خلال الانسبيريشن البلد اللي يجي يعني كلش كميه بلد عاليه راح يصير بيها درون انتو ذا ثوركس. ف يعني معناته انه من يجي، شوف من واحد ياخذ انسبيريشن شو يصير به؟ يعني كانما الشيست مالته الثوركس راح يزداد الحجم مالته، فيصير شنو؟ جريتر نيجاتيف بريشر، مو تمام؟ طبعا هذا مصير جيتر نيجاتيف بريشر راح يصير بيه قلل الليفت اتريال بريشر، وبالتالي قلل الفنتركولار فنج. يعني معناته انه شو يصير بالفينوسرتين؟ هذا رجوع الدم للهارت شو يصير بيه اذا واحد ياخذ انسبيريشن؟ راح يصير يقل. ليش؟ لانه باعتبار من تاخذ نفس انسبيريشن عميق راح يصير عندك شنو؟ نيجاتيف بريشر انسايد ثوركس، يضغط على البلد فيزل مال خلينا نقول الابدومن، وبالتالي شو يصير بيه؟ ديكريز الفينوسرتين، وديكريز من يقل الفينوسيتين راح يقل اكيد الاتليفت اتريال بريشر، وبالتالي راح يصير سبليتنج بالساوند. يعني اللب نشوفه كانما صوتي صاير، واضحه؟ دكتوره خلينا نخلي الاسئله الباقيه على غير يوم. يلا ماكو اشكال، بس مو هي شوفك يعني زين. طلاب 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 انتم بالنسبه للاسبوع الجاي ما عندكم سمول، يعني ما عندكم سمول جروب، لانه هيستولوجي وكونجنتال هارت ديزيز الموضوع الجاي الاسبوع الجاي، فانتوا بعد العشرة ما عندكم شيء. تردون نرجع على السمول جروب هذا؟ دكتور الاسبوع الجاي مو اوتونوميك نيرفس سيستم؟ لا لا، الاسبوع الجاي هيستولوجي، دكتوره نجات ودكتور حسين عبد الزاره ياخذكم كونجنتال هارت ديزيز، بس ما عندكم بسمول جروب. نحن هذا مو دكتور العفو ممكن يتعارض ويا محاضرة السي بي اس، يعني ممكن يخلوها بالعشرة. لا لا دكتور محاضرات السمول ما يخلوها، لا لا الوقت إلا لل 12، لا ما يخلوها الوقت إلا لل 12، ممكن يخلوها لل 11 دكتور، فاحنا عندنا ساعة يعني ساعة كلش كافية، لأنه هذا الموضوع ترى مهم طلاب، ويعني كل شيء مهم لكم لازم تتهمون. تمام دكتور، إذا نكمل بال 11 إن شاء الله الأسبوع القادم ان شاء الله. اي شيء اي سؤال حضروا انا بالخدمه اجاوبكم عليه اذا مسابقه ما عندنا. عاشتكم ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هلا يعني هاي الملاحظات ان شاء الله تساعدكم بفهم الاسئله مالت السمول جروب، وهي خلينا نقول فد شيء مختصر عن المحاضره، يعني الملخص خلينا نقول المختصر المفيد، يعني مثل ما يقولون طلابنا. عيني مثل ما تعرفون المايوكارديوم سيل طبعا تنقسم الى قسمين، يعني هي 99% من المايوكارديوم سيل هي كونتراكتايل سيل. يعني شو معنى كونتراكتايل سيل؟ معناته انه الاكشن مالتها يعني كونتراكشن ريلاكسيشن، وهي مو كهربائيه، مو خلايا كهربائيه، هاي كونتراكتايل سيل تمثل نسبه 99%، واضح؟ 1% المتبقي هي الاوتوريتمك سيل اللي هي نفسها البيس ميكر
سيل. واضحة؟ مثل ما طبعا دكتور أسعد معطيكم إياها بالمحاضرة. وياي؟ وياكم دكتور. من اسمها اوتوريثميك. اوتوريثميك معناتها شنو؟ معناتها هي خلايا تطي. هسه احنا حاليا نسوي شير لانه احنا سنعطيكم الملاحظات وبعدين نسوي شير الاسئله اللي ما فاهميها عندكم بها اشكال. يعني الاوتوريثميك من اسمها يعني خلايا هي اساسا كهرباء بحد ذاتها، يعني هي تطينا التريجر للمايوكارديوم. ال 99% المتبقيه هي كونتراكتايلسين، يعني مايوسايد مجرد ما تاخذ الايعاز من البيس ميكر وتسوي كونتراكشن ولاكسيشن. واضحه؟ الاكشن بوتنشال بصوره عامه يحتاج ايون، مو تمام؟ يحتاج فولتيه، والفولتيه من تجينا؟ تجينا من اكسشينج اوف ايون. الايونات اللي هي يعني خلينا نقول اللي كلش مهمه بالاكشن بوتنشال مال المايوكارديوم هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. عرفتوها. المتعارف عليه الايون لازم تعرف الكونسنتريشن مال هذا الايون وين اكثر، اوتسايد اوف ماي يعني اوتسايد اوف سيل لو انسايد، هذا ضروري تعرفه حتى تفهم شلون قاعد يصير الاكشن بوتنشال. واضح؟ الصوديوم معروف عنه هو شنو، وين اكثر شيء، برا برا الخليه لو داخل الخليه؟ من يجاوب؟ برا الخليه. احسن، برا الخليه يعني higher outside the cell و low inside the cell. البوتاسيوم بالعكس عكس الصوديوم تماما، higher inside the cell و low outside، وبدليل انه الكونسنتريشن مثل ما احنا اعطيناكم اياها بالجدول هذا بالسمول جروب وحتى دكتور اسعد اعطيكم اياها بالمحاضره، قيم الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم inside the cell و outside the cell. الكالسيوم كذلك، الكالسيوم حال الصوديوم وين عليه؟ برا الخليه لو داخل الخليه؟ خارج. يعني احسنتي، خارج الخليه. الكالسيوم نفس حاله الصوديوم، خارج الخليه اعلى مما داخل الخليه. البوتاسيوم عكسهم، داخل الخليه اعلى من خارج الخليه. زين، احنا اذا نريد يعني تصير يعني الفولتيه شلون تصير؟ هي من الكروسنج مات الايون، مو تمام؟ من ايون ينتقل من مكان لمكان يسوي لنا فولتيه. من ينتقل خو ما ينتقل هيك، قابل هو شنو؟ قابل هو يعني قابل هو كاسبر مثلا ويخترق السيل ممبرين؟ لا، ايش يحتاج الايون حتى يدخل ويخرج من الخليه؟ من يقول لي ايش يحتاج؟ شانلز دكتور. احسنت، شانل، مو تمام؟ يعني يحتاج فد ممر يدخل ويخرج من عنده الايون. انواع الممرات، انواع التايبس اوف شانل اللي عندنا شنو؟ نوعيتين، اكو فولتج جيت شانل واكو ليجاند شانل. الليجاند هاي ما لنا علاقه بها، هاي مو يعني محط البحث مالتنا والموضوع مالتنا، اللي هن هي الفولتج جيت شانل. فلانه الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم هن ثلاثه الفولتج جيت شانل، نوع من انواع الفولتج جيت شانل، يعني تعتمد شنو؟ تعتمد على الفولتيه. صحيح؟ واضحة طلاب هاي الملاحظة لحد الآن؟ واضحة عيني؟ الأكشن بوتنشال لازم يفرقون، اكو أكشن بوتنشال للكونتراكتايل سيل يعني للمايوسايت العادية اللي هي مو بيس ميكر، واكو أكشن بوتنشال للبيس ميكر نفسه، بيس ميكر سيل. كل واحد له جراف معين، زين؟ هاي متفقين عليه. احنا وأردت لكم سؤال، يعني هي المايوسايد شلون راح شلون يصير بها انيشيشن الاكشن بوتنشال؟ مين يقول لي؟ هي تحتاج ستيمولنت، منين تاخذ الستيمولنت؟ من الاف اي نوت. احسنت، يعني البيس ميكر. انتم شايفين واحد مثلا واقف بالشارع تبدون تدخلوه للداخل البيت، شو تسوون؟ اول شو تسوون؟ يعني خلينا نقول فد شيء، خلينا نقول فد حاجه بدون تدخلوها داخل البيت، احنا لازم شو نسوي؟ لازم ندخلها من الباب، مو صحيح؟ يعني هذه دخول هاي الحاجه داخل البيت تحتاج شنو؟ تحتاج تريجر، تحتاج واحد يدفعها، مو تمام؟ فالبيت ميكر ايش راح تسوي؟ هي اللي تحط ستيمولنت تريجر على مود انيشيشن الاكشن بوتنشال. بس شنو تريجر؟ يعني تريجر بحيث توصلها للثريشولد،
احنا جاي نحكي على الاكشن بوتنشال مال مايوسايت، يعني الخلايا العاديه المايوكارديال سيل اللي هي مو بيس ميكر. هاي طبعا قلنا احنا ما عليها مو كهرباء، وتمام تحتاج واحد ينقلها بكهرباء. فالبيس ميكر شو تسوي؟ تعطيها تريجر. التريجر شو يسوي؟ يصعد البوتنشال للثريشولد اللي هو احنا جاي نحكي بالجراف مالت الاكشن بوتنشال اوف المايوسايت. تمام، ايش قد الثريشولد اللي يبدي من عنده الاكشن بوتنشال بالنسبه للمايوسايت كاردييك مايوسايت؟ 67 يعني خلينا نقول ورينج من 65 ل 80، يعني خلينا نقول 65 70 75 ل 80، واغلبيه الكتب تتفق 75 ل 80. هذا الثريشولد. يعني شنو الثريشولد؟ شنو الثريشولد معناته؟ معناه العربي يعني شنو الثريشولد؟ مين يقول شنو معنى الثريشولد؟ نعم؟ حد العتبة يعني اللي أحسنت، خط العتبة. أحسنت، هي الترجمة الحرفية. يعني أنا الأكشن بوتنشال يعني أنا شلون أخليه على خط العتبة ويصعد بعدين؟ لازم يجي تريجر من البيس ميكر يخليه على خط العتبة على الثريشولد، صحيح؟ عاد هنا من وصل للثريشولد يبدي الشغل مالتنا، يبدي الأكشن بوتنشال، يبدي يصعد ديبولاريزيشن وبعدين بلاتو فيز وبعدين يصير بريبولاريزيشن، وراح نحكي كل فيز شلون راح يصير. واضحه؟ وصل الاكشن بوتنشال للثريشولد، ايش راح تفتح على مود يصير ديبولاريزيشن؟ يا شانل الصوديوم شانل. احسنت، الفاز صوديوم شانل هي اول ما تفتح. طلاب حطوا ببالكم دائما المسؤول عن الديبولاريزيشن هي الصوديوم شانل، وعكسها البوتاسيوم اللي يسوي لنا الريبولاريزيشن. الصوديوم تقود الخليه الى مور بوزيتيف، بينما البوتاسيوم يقود الخليه لمور نيجاتيف للريبولاريزيشن. حطوها ببالكم. فاول ما يبدا اول فيس بالديبولاريزيشن تفتح الصوديوم شانل، ايش راح يصير الصوديوم؟ شو يصير به؟ يدخل من برا الى داخل، مو صحيح؟ صحيح؟ يعني قاعد الخليه صارت شنو؟ صارت مور بوزيتيف انسايد. الى ان كمل الديبولاريزيشن. من كمل الديبولاريزيشن بالتبلي فوق، ايش راح يصير بها الصوديوم شانل؟ اللي انفتحت. انكتف. صرنا اكتف. ان اكتف، عافية كلوز، سدت، هي ما معقولة يا اخوي تفتح، فما ظل مفتوحة على طول الشانل. لا. دخل 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 صوديوم سدت. من سدت ليش ما رجع اصاب بولاريزيشن رأسة؟ ليش ما نزل الكيرف رأسة؟ بهاي اللحظة ايش راح تفتح عندكم؟ كالسيوم؟ دكتورة قنوات البوتاسيوم؟ نعم؟ دكتورة قنوات البوتاسيوم بس تكون بطيئة؟ شوفي هي بوتاسيوم تفتح شيء بسيط، بس الكفة المرجحة المن الكالسيوم شانل هي راح تفتح اكثر من عندها بحيث تتغلب عليها تحاول مثل بولاريزيشن، صحيح؟ اي صح. زين اني انفتحت الكالسيوم شانل هنا، الكالسيوم شانل ايش راح يخلي؟ راح يحافظ بعدنا يحافظ على ستيد ستيت ما تجي بولاريزيشن ما ينزل الكيرف، يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا بلاتو، يصيح له بلاتو فيس. هذا اللي انفتحت به الكالسيوم شانل، واضح؟ اللي بنفس الوقت هو من صار ديبولاريزيشن، يعني كالسيوم شانل فتحت ودخل الكالسيوم كل شوي داخل الخليه، دخوله ايش راح يسوي داخل الخليه؟ خلينا نربط لكم اياها. من يدخل يصير كل شوي كونسنتريشن داخل الخليه، شو يسوي؟ من يجاوبني؟ هسه راح نشوف القارئ المحاضره كله زين وفاهمه. دكتور يسوي ان المصل كونتراكشن. احسنت، شلون يسوي مصل كونتراكشن؟ هو من يدخل داخل الخليه مو فتحت الشانل ودخل الكالسيوم داخل الخليه؟ راح يحفز ريليز انترا سيلر كالسيوم من الستور مالته، اللي هو وين الستور مالته؟ بالساركوبلازم ريتيكولم داخل الخليه. هذا مو دخل مو صار بالساركوبلازم مال كالسيوم، راح يحفز ريليز مور كالسيوم من الستور مالته اللي بداخل الخليه اللي هو من الساركوبلازم ريتيكولم. زين من طلع هذا صار كالسيوم كل شوي، طبعا هنا شنو؟ هنا شلون راح يصير كونتراكشن؟ دكتور
فروح الخيوط التروبونين وخرها عن البايندينج سايت. احسنت، راح كانما شلون ينافس على التروبونين، فمن يوخرها ايش راح يسوي؟ شو يصير؟ يصير اوفرلاب. وتمام الاستاش ودي استاش بين اكسين وميوسين. احسنت، صار الكونتراكشن ادمين. وتمام، طبعا هاي اخو الكالسيوم شلون ما تضل مفتوحه، هم تقول يا بابا كافي عاد ما ضل انا بس اشتغل، تبدي نهايه البلاتو فيز شو يصير بيها؟ كلوجر. من يصير بيها كلوجر بعد ما يدخل كالسيوم اللي داخل، مو صحيح؟ زين، راح يقل طبعا، من يقل الكونسنتريشن مال الكالسيوم داخل الخليه شو يصير؟ بعد الكالسيوم اللي يطلع من السار يتوقف بعد ما يطلع، لانه هو من اللي يحفزه؟ اللي يحفزه صعود الكونسنتريشن داخل الخليه. زين، ايش راح يصير بهاي المرحله؟ بعد ما تسد الكالسيوم شانل تفتح منو عندنا؟ يا شانل على مود يصير ريبولايزيشن. البوتاسيوم دكتور. احسنت، يفتح البوتاسيوم. صار شنو بيه البوتاسيوم؟ يدخل لو يخرج داخل الخليه؟ خارج الخليه العفو. يخرج خارج الخليه. افلكس البوتاسيوم. بعد ما صار افلكس بنيتش نسد الصوديوم مزوده وكالسيوم مزوده، صار عندنا شنو؟ ريبولايزيشن. الريبولايزيشن يمثل يا مرحله سيستول او دايستول. مرحلة ريلاكسيشن، تمام؟ يعني دايستول. بينما البلاتو كونتراكشن شي مثل يا مرحلة من الكاردياك سايكل سيستول كونتراكشن، تمام؟ فالبلاتو هو سيستول والريبولايزيشن هي دايستول. طبعا يظل الكالسيوم افلكس خارج الخلية إلى أن يرجع للثريشولد، ما يرجع للزيرو. ليش ما يرجع للزيرو؟ ليش ما يرجع للزيرو؟ من يقول ليش؟ ها طلاب من يجاوب؟ ليش ما يرجع يعني يرجع للزيرو؟ ليش يرجع للثريشولد ينزل؟ ريبولايزيشن. لأنه اكو فيو صوديوم شانل يعني بعد لي مستعده رأسة تفتح. تخلي على مود تبدي كاردياك سايكل ثاني. واضح؟ واضح طلاب؟ بس خلينا نشوف الفيدباك مالكم، يعني اتهمتوا؟ دكتور ما تعيديها؟ قلنا من صار الريبولايزيشن يعني اللي هو الدايستول اللي صار بسبب شنو؟ بسبب انه الاوبننج للبوتاسيوم شانل وصار افلكس للبوتاسيوم ايون خارج الخليه، تمام؟ يرجع يصير ريبولايزيشن، يرجع المستوى الثريشولد، ما ينزل اللي جوا، ليش ما ينزل؟ يعني قلنا السبب انه اكو فاس، احنا ليش قلنا اكو يعني صوديوم شانل تعتبر فاس يعني كل سريعه، بحيث متهيئه اول ما ينزل خلاص الريبولايزيشن اساسا تفتح اساسا انيشيشن سايكل ثاني. واضحه طلاب؟ دكتوره؟ نعم دكتورة، يعني هو مو بسبب الالكتريكال جراديانت راح يصير بالبوتاسيوم بعد ما يقدر يطلع لنا نوصل للتوازن مالته؟ هو طبعا هو قلت لك صحيحه لاحظت صحيحه، بس ليش ما رجع للزيرو؟ يعني ليش رجع للثريشولد البوتنشال للممبرين بوتنشال؟ ليش ما رجع للزيرو؟ صحيح؟ مو يرجع لل 80 او 75 للثريشولد؟ ليش ما رجع للزيرو؟ بسبب سرعه الـ NA channel. اي لانه سريعه كلش، يعني لازم تفتح بحيث ما تخليه ينزل للصفر، لازم تجي بسايكل ثاني. تصير ديبولايزيشن مره ثانيه. واضحه؟ بقى هسه البيس ميكر. البيس ميكر احنا كنا شنو البيس ميكر؟ الاساسيه اللي بالهارت، هن اثنين اس اي والاي بي نود. هذين هن اللي يطلع. شوفوا ذني هن كهرباء اساسا، هن خليه بطاريه، كانما بطاريه كهرباء قاعده بعضله القلب، صحيح؟ فهي يعني اول شيء تترجع للاكشن بوتنشال مال المايوسايت العاديه،
وهي هم تسوي اكشن بوتنشال خاص بها صحيح. الاكشن بوتنشال مالته لازم تفرقوه طلاب، الجراف كلش مهم وتحطون عليه مهم على هذا وعلى ذاك، لانه المحاضره تعتمد على هذا الجراف، وبنفس الوقت حتى بالاسئله الام سي كيو وهذا كله تعتمد على هاي على هذا الجراف معلوماته، فحيل مهم يعني الموضوع كله يعتمد على هذا على هذول الجرافين، على المايوسايت اكشن بوتنشال والبيس ميكر اكشن بوتنشال. يبقى البيس ميكر اكشن بوتنشال شلون يبدي؟ انتوا الجراف قدامكم شايفين يعني موجود المحاضره، شلون يبدي؟ يصعد طبعا، يصعد باتجاه البوزيتيفيتي اللي فوق مو تمام، فيبدي من ماينس 60 حسب ما موجود المحاضره. شلون يبدي يصعد؟ اول مرحله اللي توصلها للثريشولد منو سببها يا شنو تفتح صوديوم؟ عافيه فاني فاني صوديوم شانل تمام، اوبننج اوف فاني صوديوم شانل وكلوجر اوف بوتاسيوم. بعد يا شنو تفتح وياها ويا الفاني عيني الكالسيوم تي تايب، احسن تي تايب كالسيوم شانل. هذني شو يسوي مني فتحان يخوض البوتنشال باتجاه البوزيتيف دي فوق، يوصلنا لوين؟ يوصلنا للثريشولد. ايش قد الثريشولد للممبرين بوتنشال للبيس ميكر سيل؟ من الماينس 40، يعني من الماينس 60 للماينس 40، هذا اللي هم كانه ما يدفع عنا، يدفع عنا باتجاه البوزيتيفيتي شوي. ورا الماينس 40 الدور يبدا عندنا شنو؟ الديبولاريزيشن. مين يسوي هنا بهالمرحله؟ ورا الثريشولد، ورا خط العتبه. دكتور هم الكالسيوم بس من خلال عافيه ال تايب ال تايب كالسيوم شنال. طبعا دنيتشا طلاب دنيتشا مفتوحات بعدين ظلن الفاني والتي تايب مفتوحات، والدور شملت لل ال تايب كالسيوم فتحت وياها صعدت لنا الاكشن بوتنشال اللي فوق قد مره، سوت لنا شنو؟ سوت لنا ديبولاريزيشن. بالتوب بالقمه مالت الجراف هنا ايش راح منه اللي سدت؟ طبعا ذولاك يبدون شوي شوي، ذولاك الاولين يفتحوا. شوفوا احنا مثل الزوار، من يوصلوا للامام يزور ويطلع ويجي وراه يزور ويطلع، فذولا بدوا من وقت سدوا قبل ذيك، يعني التي تايب كالسيوم والفاني يسدون قبل الال تايب لانه فتحوا لي قدام مو صحيح؟ فالال تايب راح شو يصير بيها بالتوب؟ يصير بيها كلوجر. من تنفتح هسه؟ من تنفتح طلاب؟ احد يجاوب؟ بوتاسيوم شانل. احسنت بوتاسيوم، البوتاسيوم احنا قلنا كل فتحه للبوتاسيوم شانل سوت لنا ريبولايزيشن. ريبولايزيشن. نزلت لنا الجراف باتجاه النيجاتيف. صحيح؟ واضحه؟ هسه طلاب بعد ما اعطيناكم هاي الملاحظات وان شاء الله يا ربي تستفادوا من عندها، عندكم اذا اكو اسئله سؤال يعني بالسكول جروب حتى نجاوبكم عليه، شو رايكم؟ دكتورة بالنسبه لموضوع الهارت ساوند، دكتورة ما شرح لنا اياه ضيق الوقت. زين تردون على باكر ماكو اشكال، احنا مو ليش يعني احنا ما نريد المعلومات تراكم عليكم كلها سوا، فاحنا اليوم مال السمول جروب السبت، واذا تردون باكر او مو الا باكر يا يوم يعني كنتم متهيئين للمحاضره مراجعين عليها زين ونشرح لكم اياها، يعني انا ما عندي معنى هم نكملهم. دكتور مو المشكله جاي يعني يصير عندنا امتحانات وسمينارات فمستمرين جاي نقدر نلحق يعني ترى، وباكر عندنا سي اس اف سي فقلنا اليوم نسوي السمول يعني عندنا وقت شويه. يعني تبون حتى ما في الهارد ساوند؟ دكتور حتى لو قلت الهارد ساوند لانه سمعت انه هو مهم يعني ويجي منه وكذا يعني ساتي هاي بعد ما عندكم اسئله في هذا الموضوع السمول جروب؟ دكتور بعد ما ادري اذا الطلاب عندهم اسئله ما ادري يعني فهمت انه يعني ما فاهم يعني ما ادري بعد كيف يعني ما عندكم اسئله ساتي الفكره وضحت وصلت؟ اي بس دكتور حسيتكم زين. هسه شنو المطلوب تردون هذا يعني لو الهارد ساوند؟ هو دكتورة احنا وصلنا بوقت هالسؤال رقم 24 فرع بي هيك شيء بس انطوني رقم الصفحه
في هاي الخطوة. ترى أنا حسوي سكرينشير. إيه. راح أطلع الصفحة. موضوع الهارت أز أبوم. إيه هاي طلعت. عندي موجود إيه. سوي شير وأوكي معكم شو. ما في مشكلة يعني هذا. أوكي. يا سؤال عندكم هسه إحنا وين وصلنا؟ سؤال 24. Why doesn't the aortic valve close as soon as the heart muscle begins to relax? سؤال 24. ها. Why doesn't the aortic valve close as soon as the heart muscle begins to relax? ليش؟ يعني أول شيء إحنا خلينا نشوف أنتوا شنو إجابتكم حتى أنا أتناقش وياكم. يعني هسه يقول لك هنا بالسؤال ليش ليش ما يسد الايورتيك فالف أول ما الهارت مصر تبدي يصير فيها ريلاكسيشن؟ شنو السبب؟ أكو أحد أدى جواب إليه؟ شوفوا عيني أنتوا ما دام يعني هو شو وقت يصير كلوجر الايورتيك فالف؟ هو كل فالف احنا قلنا الفالف من يسد ويفتح اعتمادا على شنو؟ على بريشر جريدنت مو تمام؟ يعني عنده مكانين يحكمهم بيناتهم صمام امان. ايش وقت يفتح هذا الصمام؟ لما يكون البريشر بهذا المكان اعلى من هذا المكان مو تمام؟ حتى يتحرك الفوليوم من هنا لهنا. فالايورتيك فالف بينادي يقول لك انه ما ليش ما يصير بي كلوز يعني ما يصير بي كلوز اول ما يصير ريلاكسيشن؟ احنا شنو احنا هنا شعدنا قابل هو مو اير، هو عندك فلويد بلد جاي يطلع من الليف فنتركل يروح ويا الايورتا يتوزع على الجسم مو صحيح؟ فهو البلد هو مو قطعته قطعته، هو مثل السائل يظل يعني يظل هذا يجري من الليف فنتركل للايورتا. فحتى لو صار الهارد مسل ريلاكسيشن مو راسه الايورتيك فالف يسد، يحتاج في التايم ولو تايم قليل حتى يصير كلوجر مو صحيح؟ لانه يعني باعتبار انه احنا بلد ده يمشي من مكان لمكان مو صحيح؟ ويظل هذا وش وقت ما البريشر جريدنت تساوي هذا المكان ويا هذا المكان راح يصير كلوجر الباب صحيح؟ يعني دكتوره من يملي بالدم الليفت فنتركل من يمتلي يزداد الضغط وينسد هو شوف يعني هو من امتلى الليف فنتركل وينسد الميترال فالف صار الليف فنتركل كله بلاد مو صحيح؟ هسه احنا نعم. شنو المفروض ان انا الدور البلاد لازم يطلع لي برا ويا للايورتا مو صحيح؟ بهاي اللحظه راح طبعا هنا البريشر بالليف فنتركل صار اعلى من الايورتا يعني انترا فنتركل بريشر صار اعلى من انترا ايورتيك بريشر مو صحيح؟ راح يفتح الايورتيك فالف طلع البلاد من الليف فنتركل للايورتا مو صحيح؟ فلانه هو شنو هو شعدكم هو بلد جاي يجري يعني هو مو بلحظه اصول يعني مصر ريلاكسيشن راسه راح ينسد لا يحتاج في التايم على ما يساوي البريشر تماما وينسد الايورتيك فالف يساوي البريشر انسايد الايورتا ويا الايورتيك فالف زين عيني؟ هو الضغط بالفنتركل والأورتا يتساوى لو يصير أقل من عنده؟ لا لازم يتساوى، هو من يتساوى وحتى صار أقل من عنده ينسد، بس هو أول شيء يتساوى لازم، إحنا مثل ما قلت لكم طلاب، أنتوا فرضاً عندكم غرفة فارغة وغرفة مليانة طلاب، وبيناتهم باب، أول ما تفتح الباب طبعاً شنو؟ يصير قش كلش كبير لأنه فرق الضغط هنا عن هذا. هذا مكان فارغ وهذا مكان مليان. بعدين يطبون الطلاب الى عام هاي مثل خلينا نقول 40 طالب بغرفه واحده، عندك غرفه ثانيه خاليه وبينهم باب. فتحت الباب زين؟ طبعا هنا طلعوا الطلاب الى ان يساوى صاروا 20 طالب هنا 20 طالب هنا انسدت الباب. صحيح؟ لانه استوى بعد ما في ازدحام هنا. احنا كان عندنا غرفه مزدحمه وغرفه فارغه. واضحه الفكره؟ تمام دكتورة واضح فاحنا كله شوف عين الباب ينفتح وينسد
اعتمادا على بريشر جريدنت، اعتمادا على فرق الضغط، شو وقت ما يساوى يصير بكلوجر. عفوا دكتور، زين قوة قصور ذاتي مال بابلر مصل ما لها علاقة؟ بابلر مصل يعني بالفنتركل قصدك؟ اي مو هي شنو، احنا قلنا بديش المحيه من وقتها من حكينا قلنا هو صح البلاد ايجكتد للايورتا للسيستم سيركوليشن، لكن اكو فوليوم يظل ريزيرفر موجود بالفنتركل اللي يوسعوا له ايجكشن فراكشن، هذا الفوليوم كميه الدم الباقيه اللي هي احنا من خلال نقيس الكفاءه، من يقول لك اي تقيسين كفاءه عضله القلب ايش قد كفؤه، ما احسبها من ايجكشن فراكشن، هاي شغله طبعا بالايكو. انا يجوني يدزوني بيشنت يقولوا لي اريد الجراح يقول لي اريد كفاءه قلبه، يتحمل الانستيزيا ولا ما يتحمل؟ فانا لازم احسب له شنو، احسب له باي ايكو ماشين، احسب له ايجكشن فراكشن. فالايجكشن فراكشن هي الفوليوم، كميه البلد او الفوليوم او البلد المتبقيه بالليف فنتركل بعد الكلوجر اوف ايورتيك فالف. صحيح؟ تمام. يعني طلابك وشوفوا مو هو من يعني البلد يطلع من الليف فنتركل الايورتا، مو معناته الليف فنتركل صار خالي بعد كل شوي علاقته الدم به، لا هو يطلع واكو فوليوم يضر ريزيرفر موجود بالليف فنتركل. زين ايني؟ هسه هاي النقطة واضحة، نقطة 24 طلاب؟ نعم دكتورة واضحة. السؤال بعد الـ MCQ مو؟ The aortic and pulmonary valves close at the onset of ventricular systole. شنو رأيكم؟ هي بداية السيستول يصير فيها كلوجر aortic and pulmonary valves؟ يعني بداية contraction خلينا نقول؟ at the onset of contraction؟ لا دكتورة لا. يعني هاي مثل سؤال قبلها، طبعا لا ما يصير، مو صحيح؟ لأنه احنا قلنا لا. يحتاج وقت، يعني وقت التايم، لأنه هو بلد جاي يصير بفلو، مو يعني موف من مكان لمكان فورورد. فيحتاج وقت على يصير بكلوزر، فمو ده at the onset. لو قايل لك كلوز مثلا جونيك فنتركلر سيستول تقول صحيحة العبارة، لأنه ما محدد لك، بس قاعد يقول لك at the onset يعني بداية السيستول، بداية الكونتراكشن. فشو تحط هاي العبارة إذا صح لو خطأ؟ ها طلاب؟ خطأ دكتورة. خطأ، أحسنتم. During isovolumetric contraction، خلال isovolumetric contraction، a pressure in the ventricle rises، but the intraventricular volume does not change. صحيح لو خطأ؟ صحيح دكتورة. صحيح احسن. شلون هو احنا قلنا الفوليوم ما يتغير، هو الفوليوم الفوليوم معين. عافيه. بالايزوفالمكان بريشر هو راح يصعد، مو تمام؟ نعم. The aortic valve open about 40 milliseconds after the mitral valve closure. شوف هاي العباره ترتبط بالاولى، يعني هسه المايترال باب اول ما ينسد لا تدل الايات الباب ينفتح، لا مو تمام، اكو تايم، اكو وقت اللي هو 40 ملي سكند، لانه احنا مثل ما قلنا نرجع ونقول انه البلد هو لا زال هو جاي يصير بي موفينج، فلهذا ما تتوقع يعني انت مو باللحظه هذا سدت هذا فتحته، لا اكو فد جاب فد وقت اللي هو 40 ملي سكند ما بين الاوبننج اوف ذا ايورتيك فالف والكلوجر اوف مايترال فالف. فإذا هاي العبارة شو تقول، صحيحة لو خطأ؟ True. صحيح. The mitral valve open about 80 milliseconds after the aortic valve closure. طبعا هاي هو جاي لنا الغرض من عنده جاي يعطيكم ال normal value مال التايمنج يعني between the aortic and mitral valve. هاي أيضا شو تقول عليها؟ شوف ليش 80 هنا وهناك 40؟ أكفد ملاحظة قلت لكم إياها في وقتها بالسمول جروب. ليش هذا 80 ياخذ وقت أكثر من ال 40؟ لأنه ال 40 شنو تابع لمن؟ تابع للسيستول. والسيستول قلنا أقصر من الدايستول. بينما الأوبننج مالت المايترال فالف معناته ايش عندنا؟ دايستول.
والدايستول دائما وقته اكثر من السيستول، وصحيح احنا قلنا تخيلوا الكارديا ساكل كلها 1 سكند، 0.3 من هاي السكند هي سيستول و 0.7 هي دايستول. فشوفوا الجد ياخذ 80 ملي سكند الميترال فالف اوبن بعد الايورتيك فالف، ياخذ 80 يلا يفتح الميترال فالف. اذا هاي العباره شنو صح لو خطا؟ ترو دكتور. ترو. زين. The pressure in the aorta is at its lowest when the aortic valve open. شو تقولون صحيحة لو خطأ؟ هاي عندكم تجاوبوها حتى اعرف فهمتوا ولا لا. دكتور ترو هاي. عافية ترو ليش؟ الليف فنتكل راح تصير الليف فنتكل راح تصير مملوءة بالدم والبرشر مالتها اعلى فراح تنفتح الاورتك فالف. يعني اقل فاليو للبرجر بالايورتا هي اللحظه اللي قبل لا يفتح الباب باعتبار ماكو كل شيء مادي هو يريد دم وتمام صحيح؟ نعم دكتور. السؤال بعد سؤال 26 draw the normal profile of pressure change in jugular vein during the cardiac cycle. طبعا هذا موجود بكل مصادر الفسيولوجي هو فد دايجرام يعني فد يعني جراف موجود يوضح لك الجوجلر فين جوجلر فين موجود هذا بالكتب كلها فما نضيع وقت فيه. زين الهارد ساوند نجي مو تمام اللي سؤالكم بيها مشكله. نعم دكتور. listen to your own heart with a stethoscope how can you tell which the first and second هاي لازم انت تعرفها تعرف الفيتشر مات الفيس هارت ساوند والسكند هارت ساوند شلون يصير الفيس هارت ساوند مين يقول لي هو لب لب دب لب دب يعني لب الفيس هارت ساوند شلون يكون دكتور اللب يصير لاود عافية لاود ولونجا طويلة لب يعني ما ديش دب لب دب لب دب فاللونجا منو اللب الفيس هارت ساوند بينما السكند الدب شو تكون وشوف انت تلاحظ انه تكون لب دب لب دب يعني الانترفل او الجاب ما بين الفيس والسكند هارت ساوند شو يكون اقصر من ما بين الثاني والاول الثاني هذا الصوت الثاني يعني يقول لب دب لب دب يعني هذا الجاب ما بين اللب والدب اقصر من ما بين الدب واللب الثاني هاي المفروض هاي ان تكون شوف يسمعون الهارت ساوند وتعلموا من هسه تعلموا احسن لكم يعني حتى ان شاء الله متى تخرجون يعني سامعين الهارت ساوند. زين now step up and down into a chair until your heart rate rises يعني اقول لك انه قوموا وابعد على الكرسي يعني شو راح تسوي اكسرسايز قوموا يبعد الى ان يصعد الهارت ريت مالته 120 يعني شوف تقيس الهارت ريت وصل 120 بيت بير مينت. Now, how can you tell which is the first and which is the second? طبعا واحد من يقوم ويقعد تخيل قاعد على الكرسي وده تقوم وتبقى تقوم وتبقى شو يصير بالهارت ريت؟ شو يشتغل عندك؟ يزداد الهارت ريت دكتور. يزداد سمبلتك يشتغل مو تمام؟ ان شاء الله راح تاخذوها بالاسبوع الجاي دكتور حسام محاضرة الاوتونوميك نيرفس سيستم. السمبلتك شو يسوي لنا؟ يزود لنا الهارت ريت. فتقدرون من واحد يعني مالته الهارت ريت سريع تقدر تميز اللب عن الدب؟ دكتور اتوقع راح يصير الجاب قليل فصعب احسن احسن الجاب قليل ولا هذا يعني صعب اميز الفيس عن السكند لانه الجاب ما بيناتهم كلش شورت يعني كلش قصير صحيح. Which sound is most affected in inspiration اذا واحد ياخذ شهيق inspiration معناته شهيق يا صوت يوم متأثر الفيس هارت ساوند لو السكند شو تقولون؟ وش يصير بالانسبريشن بهذا الساوند؟ شو تقولون طلاب؟ الفيس يتأثر لو السكند هارت ساوند اذا واحد اخذ شهيق دكتور
احنا بس يعني ما لحقنا نشرح للدرجة اللي توضح لها، فممكن تعدين يعني اللابتوب و يعني هو احنا عندنا تو هارد ساوند نورمال، فيرست هارد ساوند اللي هو اللب والسكند دب. شلون تأثيها؟ قلنا اللب يكون شنو؟ يكون لاود ولونجست، والسكند اللي هو الدب يكون لا بالعكس، لو انتنسيتي وهاي بيتش. يعني شوف ليش شلون تعرفي هذا اللب؟ لب ياخذ يعني يقول لب ياخذ اطول فتره، بينما دب لب دب لب دب. فاللونجست ون هو الفيرست هارد ساوند اللي هو اللب. بقى انه واحد اذا يسوي رياضه يسوي اكسرسايز شو يصير عنده الهارت ريت مالته؟ يزداد، مو صحيح؟ من يزداد الهارت ريت يعني الانترفل ما بين او الجاب ما بين الفيرست والسكند راح يصير كلش قصير، بحيث يسوي لب لب دب لب لب دب، ما تميز اللب عن الدب، تمام؟ فبالسؤال 28 يقول لك انه انت اذا سويت رياضه او قمت وقعدت على الكرسي اكثر من مره راح يزداد الهارت ريت، وصلت لل 120. اشوف هسه اسمع تسمع الهارد ساوند، تسمع الفيرست، تسمع السكند، شو تقولين؟ سمعين؟ قدرين؟ اذا واحد قلبه يدق سريع مع عيني يعني تعقد تصير مدة معناتها اثنينات نفس الشيء، يطلعن اثنينات نفس الصوت؟ لا مو شرط، يعني ما تميزين. بينما انا اذا واحد اترس قاعد ومرتاح وهيلثي وهيلثي كل شيء ما فيه ونايم اصلا مع بالسوباين بوزيشن، من اجي تبحث الهارد ساوند القاها لب دب لب دب. بينما واحد اذا يركض مثلا ركبتي شويه بالساحه وجيتي حطيتي ستيثوسكوب على الشيست مالته، شو تكوني؟ لب دب لب دب، يعني ما تلاحقين ما تسمعين لا الفيس ولا السكن. زين هذا معنى. نعم هذا معنى يعني الفتحه ما بين الاولى والثانيه. اي لا تندمج الانترفل كلش قصير شورت، بحيث ما تميزين الفيرس عن السكند هارد ساوند. بخسر نفسه عن الاسبريشن، عن الاسبريشن واحد من الاسبريشن ياخذ شهيق، شو يصير يا هو يتاثر الفيرس هارد ساوند او السكند؟ دكتوره شو هو السكند؟ السكند صوت تتاثر السكند عكس. ليش السكند؟ ايش صار بالسكند؟ بالانسبريشن هو الليفت فينتركل راح يزداد بوجهه مالته. لا مو الليفت، الرايت قصدك، لانه بالانسبريشن راح يصير ايش راح يصير للبلاد؟ راح يصير كلوز للبلمونري فان. عافية. هو اساسا السكند هاي ساود منين جاي؟ من كلوزر يا فال مال البلمونري، يعني البلمونري تمام البلبلون والايورتيك. والفيرس هارد ساوند كلوجر يا هو المايترال، المايترال والترايسيت الشفايف احسنتي. فاني هسه من اخذ الشهيق قوي البلد اكثر شيء وين يروح؟ ايوه للتشيس اكثر. فهذا شو يسوي؟ بدا يجي بلد وواير التشيس يزداد الرايت فنتركولار بريشر. فمن يزداد الوايد فين شو اسمه بلاجرز، وبالتالي يصير كلوز للبلموناري فالف. عافية. يعني كل ما البلموناري فالف يحصل بي ديلي، ولهذا من اسمع الصوت بالسكند هارد ساوند بالانسبريشن احسه كانما صاير صوتين، صار عندنا شنو سبليتنج، اسمحوا له سبليتنج بالسكند هارد ساوند. وهذا فيسيولوجيكال على طبيعي، يعني مو اب نورمال. كل واحد فينا من ياخذ انسبريشن لازم يصير سبليتنج بالهارد ساوند ساعة الانسبريشن من نفاسه، عرفتوا؟ يعني هذا فيسيولوجيكال سبليتنج مو اب نورمال ترى. هذا واضحه طلاب؟ اي نعم. يعني جوابين فيسيولوجيكال تقولون انه يتاثر لازم يتاثر السكند هارد ساوند، الفيس ما يتاثر ما له علاقه، لانه الفيس تبع المايترال والتراكاسيس ما له علاقه. فاللي يتاثر هو السكند، واللي يصير به هو فيسيولوجيكال سبليتنج للسكند هارد ساوند. ومثل ما قالت زميلتكم، من واحد ياخذ انسبريشن دم يوصل لهواي للثوركس، من يوصل لهواي يصعد يا جهه البرجر الرايت فينتركولار برجر، تمام؟ فالكلوجر مال البلمونر فالف راح يصير بيه ديلي يتاخر. ولهذا من واحد ياخذ انسبريشن يسمع لب دب دب، يعني كانما الدب صايره
بيها قسمين كأنما شطرين. How would narrowing of the aortic valve or first part of aorta إذا واحد عنده aortic stenosis affect the relationship between the pressure in the left ventricle and the pressure in the aorta؟ طلاب أي واحد سامو نورمال، واحد عنده valvular heart disease يعني عنده مشكلة بالفالف. زين طلاب وياي طلاب وياي سمعوني. نعم. واحد مو نورمال، مو يعني نورمال هيلثي بيرسون، واحد عنده مشكلة بالفالف عنده aortic stenosis. شنو معناته الستينوسيس أول مرة؟ خليني أسألكم شنو معناته الستينوسيس؟ دكتور تضيق. أحسن، تضيق بالصمام، يعني صمام ضيق. شلون صمام ضيق؟ صاير بي يعني يا اما متكلف، يعني من شيء متكلف، شيء يصير بي مسخن، يصير تخين، يعني يصير البوابات مالته تخينه بحيث من يفتح ما يفتح فتحه طبيعيه، فتحه قليله. فشو يصلحوا له؟ يصلحوا له ستينوسيس ايورتيك. اذا خافوا يسمعون ايورتيك ستينوسيس مايتال ستينوسيس، معناته انه ستينوسيس نروين بالفالف صاير. اما سبب ايجينج بروسيس، يعني ناس كبار بالعمر، يعني واحد عمره 80 سنه ايش تتوقع؟ اكيد ان الفالف مالته كلها تعبانه، كلها مسخنه وصايره ستينوسيس. او روماتيك، واحد عنده روماتيك، صار عنده اصابه روماتيزميه وروماتيك بكتيريا صارت الفالف هماته، سوت فيه فايبروسيس وتسخن وهم صار بيه ستينوسيس. زين ابيها اصابه ما ندخلكم بيها، بس واحد اذا عنده ايورتيك ستينوسيس شو تتوقعون؟ البريشر بالليد فينتيكل والسايد ايورتا صار بيه، يعني مثل يعني مثل الحاله الطبيعيه بالكارديك ساك، مثل واحد طبيعي لو شيء يصير بيه. دكتور حيصير بيه كويز بالبوشة والكويز، يعني جريدن زاد كلش، لانه هو من هنا الفالف عندنا ما يفتح الله يسلمه. زين تخين، ومن هنا الدور هو يعني باعتبار جريدنت اكو، فراح يزداد جريدنت اكثر، لانه شوف يعني هسه مثل عندك مجري متكلف وينتقل الفلود من هذا المكان لهذا المكان، ما ينتقل كله من سيابيه، مو صحيح؟ لانه هذا متضيق، التيوب متضيق عندك، صحيح؟ المجري متضيق، فالجريدنت تبعه راح يزداد. زين يقول pressure in the left ventricle. زين بالنسبة لهذا بالفيرست بارت، يعني اللي بعد الستينوسيس، بالتسل بارت شو يصير بيه البريشر؟ يعني مكان بعيد عن الستينوسيس عن الايورتيك فالف، شو يصير بيه؟ يقل، مو صحيح؟ لأنه وين متجمع؟ متجمع مكان التضيق البلد أكثر، فالمكان البعيد راح يقل البريشر هناك، والقريب على النروك على الايورتيك فالف راح يصير بيه جريدنت عالي. واضحة طلاب؟ نيجي على السؤال اللي بعده. طلاب واضحة يعني؟ شنو يعني؟ واحد عنده ايورتيك فالف ستينوسيس يعني بيه تضيق الصمام. الجريدنت يعني ما بين البريشر بالايورتا عن الفنتكل شو يصير بيه الفنتكل؟ شو تتوقعين يقل لو يزداد؟ يقل البداية فهمت أنا، بس الأخير من التي قصدي يزداد بعدين من يعني يقل. يعني إحنا مكان الأيورتيك فالف أكو عندنا ناروين، البلاد من يفتح الفالف يسمعنا جريدنت كلش عالي، من يفتح الفالف يفتح شنو؟ يفتح ما يفتح فتحة عادية طبيعية، فتحة قليلة. زين فالبرجر يزداد عافية، البريشر بس بمكانه، بس المكان البعيد عن النرف عن يعني خلينا نقول نص الايورتا، شو يصير بالبريشر هناك؟ يقل. شو يصير؟ يقل، لأنه ما جاء البلود ما جاء يطلع من سيابية طبيعية بحيث يملي كل هذا ويتوزع. اكو نرف، اكو something abnormal بالفالف. واضحة؟ واضحة. شكرا. سؤال 31. وين in the cardiac cycle would you expect to hear a murmur if the patient has aortic stenosis؟ هسه واحد عنده aortic stenosis قلنا، احنا قلنا اذا aortic stenosis او regurg شو يصير عنده؟
المريض بيسمع صوت. هو مفروض شنو؟ هو المفروض الفلو طبيعي بالسيركيليتوري سيستم كله شنو؟ يانا او اكو عندنا نوعين بلاد فلو ان شاء الله هم تاخذوها بالمحاضره البلاد فلو. اكو لامينر اكو تيربلنت. اللامينر اللي هو حاليا احنا نورمال الناس النورمال اللي ما عندها شيء هذا يعتبر هو لامينر في البلاد فلو. شلون شكل اللامينر؟ الار بي سي وين تصير؟ نص التيوب نص البلاد فيزل هيك تتجمع تتراخص بحيث تمشي بانسيابيه والبلازما صاير على الجدار منا ومنا هذا السحول اللامينر. التيربلنس لا هو الشيء مو طبيعي هو الشيء الاب نورمال بلاد فلو التيربلنس. ليش؟ ايش راح يصير بالتيربلنس؟ راح يشوفون انه الار بي سي ما صايره بالنص ما صايره بالسنتر مال البلاد فيزل صايره منا ومنا بحيث هاي من تتحرك يا شنو تتحرك تتقلب كانما شو يصير فيها تتراطم وحده تضرب الثانيه يعني البلازما بالنص صاير وذني صايرات على الجدار وهاي تتراطم مره بالجدار مره ويا صاحبتها مو صحيح؟ بس تطينا صوت غريب شو الصحول هذا الصوت غير الفيرست والسكند هاي ساوند غير اللب دب سمعي مثل لبش دب هذا شنو هو هذا الصوت الغريب اللي بين اللب والدب او اللي بعد الدب شو يعتبر هذا شو الصحول صحوله مرمر كل اديشنال ساوند غير الفيرست والسكند يعتبر هو مرمر معناته اكو تيربلنس معناته الفلو بمكان معين من السيركيوليتر سيستم تحول من اللامينر الطبيعي للتربلين واضح؟ يبقى انه انتو يعني لازم تعرفون يعني الايورتك فالف من يفتح شي يبدا عندنا يا مرحلة سيستول او دايستول سيستول احسن سيستول معناته اذا واحد الايورتك السينوسيس المرمر اللي سمعه هذا اللي بسبب انه تربلين لانه تدري البلاد ما جاي يعني اكو تضيق معناته اكو شين صار بالبلد فلو بالفلو بهذا المكان المرمر هذا شو يعتبر سيستوليك لو دايستوليك سيستوليك دكتور احسن سيستوليك ليش لانه الايورتيك فالف من يفتح ويست هذا سيستول هذا من يفتح هو سيستول فاي مرمر بالسيستوليك يحول سيستوليك مرمر والعكس صحيح اذا عندنا مايكرا اذا واحد عنده مايكرا الفالف هسه هذا السؤال اللي ورا اللي هو يقول when in the cardiac cycle would you expect to hear a murmur if the mitral valve failed to open probably يعني معناته انه فشل ما سد بشكل صحيح وما فتح بشكل صحيح العفو معناته عندما واحد فرض عنده mitral stenosis يعني نفس الشيء ما تلقى الفالف تخين كالسيفايد تعبان بحيث من يفتح ما يفتح الفالف شيء تلقاه في شيء بسيط يفتح الاوبننج ما يعني اب نورمال هذه سحوله mitral stenosis المايترا شي مثل الاوبنينج مالته سيستول او دايستول دايستول احسنتي لانه فولينج اوف ذا هارت فدايستول فالمرمر اللي اسمعه بالمايترا شنو يعتبر دايستوليك لو سيستوليك مرمر سيستوليك دايستوليك دايستوليك عافيه هاي جوابه يعني انت اذا لازم تعرف انه بالايورتيك ستينوسيس هذا سيستوليك مرمر بالمايترا ستينوسيس هذا دايستوليك مرمر انا مو احفظه خفض لازم افهمها لانه انا من يفتح المايترال فالف انا يجيب عندي دايستول مرحله دايستول زين من هو السينوسيس اكو مرمر اكو تيربلنت فلو تحول من لامنا لا تيربلنت تمام المرمر هذا اسمه يعتبر دايستول بينما بالايورتيك السينوسيس لا من يفتح الايورتيك فالف على شنو يا مرحله يتوزع بها البلاد اللي صار فيها كونتراكشن للهارت وسوى سكويز البلد ودفعها بالايورتك هاي سيستول فالمرمر اللي اسمعه هنا يعتبر سيستوليك مرمر واضحه؟ السؤال يعني بالمايترال سنوسس نعم يصير الصوت يعني الغريب ورا الدب نعم عفوا بالدايستوليك مرمر ورا الدب بينما بتوين لب اند دب يعتبر سيستوليك ورا الدب احسنت طبعا انتوا هاي شلون كنتوا ضبطوها؟ انتوا كل ما تشوفون يعني ان شاء الله بالمستشفى من تروحون من تدخلون مثلا المركز يعني السي سي يونت مثلا يعني بانعاش الطوارئ من تشوفون مرضى هارت ديزيز او بزرة هارت ديزيز راح كل شيء ضبطوها يعني يعني طبعا هذا من يضبطها؟ يضبطها بس اللي يسمع هارت ساوند هواي اللي كان مش سماعته ويطلع على المرضى ويسمع هو اللي يضبطها.
هسه السؤال بعد 33 يقول وين in the cardiac cycle will you expect to hear a murmur if the mitral valve failed to close probably. شوفوا مرة الفالف ما يسد زين ومرة الفالف ما يفتح زين. اللي ما يفتح زين معناته السينوسس بيه، واللي ما يسد زين معناته شنو بيه؟ incompetence. يصيحوا له incompetence. incompetence معناته شنو؟ معناته رجوع. يعني أنا هسه مثلا الفالف لازم يسد واحد بوابة ويا الثانية، مرات البوابتين ما يلتقن التقاء صحيح، وحدة بيه تصير هادلة. سامعين واحد يقولون عنده تهدد بالصمام الكليلي؟ هو هذا mitral incompetence عنده، لأنه عنده mitral regurgitation. يعني صمام عند الكليلي اللي هو المايترال ما تحكم البوابات وحدة قدام الثانية، وحدة هادلة عن الثانية، بحيث من يفتح ويسد من يدي يسد يسد مو محكم. مثل أكون باب السلايد، طلاب باب السلايد شايفيها اللي وحدة تقابل الثانية، إذا وحدة ما تقابل الثانية تمام تتوقع شنو؟ يطب التراب ويطب الصوت ويطب أي شيء تمام من خلالها، بس من تحكم ويحدة قدام الثانية لا. يعني بمعنى نازل بالمايترال incompetence قاعد يصير ليك في البلد، رجوع باتجاه المعاكس. يعني هو يجي البلد لازم من الليفت اتريوم للليفت فنتركل مو تمام، من يسد المايترال فالف اكو بلد يرجع بالعكس من الليفت فنتركل للاتريوم، من الليفت فنتركل للليفت اتريوم. هذا اللي قاعد يصير بالمايترال incompetence. هذا وين يصير؟ ما بين ما دام مو كلوجر، الكلوجر اوف مايترال فالف وين يصير؟ سيستول او بالدايستول؟ معي؟ شلون؟ كلوجر مو اوبنينج. هو من يسد المايترال فالف شو يفتح؟ يفتح الايورتيك فالف مو صحيح؟ معناته صار عندنا سيستول او دايستول؟ سيستول. فإذا المرمر اللي سمعوه بالمايترال انكومبتنس يعتبر سيستوليك مرمر مو دايستوليك، بينما المايترال ستينوزس دايستوليك مرمر. طلاب عندكم عين تفهموها، يعني انت من يعني الانكومبتنس هو فيلر تو كلوزر بروبابلي، بينما الستينوزس فيلر تو اوبن بروبابلي. زين؟ واضحة؟ اكو سؤال هاي الاسئلة عليها لو لا؟ عيني فيدباك ماكو شو؟ تعبتوا؟ دكتورة اذا هو الـ يعني المايترال انكومبتنس بالسيستول وال ايورتيك ستينوزس هم بالسيستول، شو يفرقون بيناتهم؟ الايورتيك شو يسوي فرقين؟ انا اقول لك باعتبار انه ما دام السيستوليك السيستوليك المرمر يجي حسب الكاركترستيك فيتشر مالته، كل شيء بالسيستوليك ما بين الفيس والسكند سيستوليك مرمر. هاي يعني بس اردنيزه انا اعرف سؤالك، تتميزي هذا مايترال لو ايورتيك ستينوزس يعني هيك؟ اي بالضبط. بالكاركترستيك فيتشر طبعا كل مرمر مطلاب، انا سالش يعني اخلي معلومات واي ملوثة عليكم، كل مرمر بكاركترستيك فيتشر يعني شبهوه. مثلا اكو مرمر يعني هذا مال الايورتيك ستينوزس يصيحوا له سيج المرمر، يعني شلون النورس صار النورس صوت مالته. يعني كل مرمر تسمعيه وصح هو سيستوليك او انا مثلا سمعته دايستوليك، بس اكو كاركترستيك فيتشر له تجي وياه من تجي ويا الايورتيك ستينوزس لو ويا المايترال انكومبتنت. زين عيني؟ يعني مرات ها؟ نعم. كل مرمر له خواصه يعني. أحسن. كل مرمر إيه كاركترستيك فيتشر. يعني عندك مثل الصوت. يعني مثلا يعني صح مثلا الأدوات خلينا نقول النجارة كلها أدوات نجارة، بس كل أداة فيها صوت معين. مو صحيح؟ يعني منشار شكل. مو صحيح؟ فأنتوا هاي إن شاء الله هاي يعني خلينا نقول أنتوا هاي سواء عليكم مجرد أنا سألتكم تعرفون دايستوليك مرمر وسيستوليك مرمر. تمام دكتور. زين عيني؟ واو. ولهذا شوفين اكو فيزيشن مثلا مرات لجنه يسووها على المريض يجي اكثر من طبيب يسمعون يقول له هذا دايستوليك مرمر، بس اد ميزه شنو؟ مايترال ستينوزس
لو aortic incompetence. طبعا شوف المايترال ستينوزز يجوا aortic incompetence والaortic ستينوزز يجوا المايترال incompetence دائما حسب الفيز اللي يصير به لانه حسب الكاردياك سايكل لانه عندك شو اسمه الايورتيك ستينوزز والمايترال incompetence سيستوليك والمايترال ستينوزز والايورتيك incompetence دايستوليك ماما وتمام بكون بنت حظي يبقى انه مثلا واحد يجي يقول له لا هذا ايورتيك يقول له ذاك لا هذا مايترال يبقى حسب اللي قدرت تسمع المرمر شلون تميز الكاركترستيك فيتشر مالته واكو مرات واحد يعني يستعين مو صديق يستعين في يعني انفستيجيشن معينه يقول له ها لعد احنا ما دام اختلفنا هندزه يدزوا على ايكو بالايكو يبين يطلع هذا كلش واضحه تطلع صوره واضحه هذا انكومبتنت لو سينوتي تمام ومرات حتى بالاي سي جي مستعين السؤال الاخير 34 ان ذا فيتس فيزل هاي بالفيتس يعني شنو الفيتس يعني مولود حديث الولاده حديث الولاده الدكتس ارتريوسس هاي اكو فد كونجنتال فالفولار انومالي مرات الطفل الاول ما ينولد هي اكو فد كونكشن يعني خلينا نقول ان فيفو اكو كونكشن ما بين البلمونري ارتري والايورتي مفروض ساعه الولاده نورمالي هذا هاي الاوبنينج تنسد ما بين البلمونري ارتري والايورتي لانه الدوره يعني الدوره الدمويه الصغرى الفيتس داخل يعني داخل الرحم تختلف عن ما برا احيانا ما تنسد هاي الفتحه يعني تظل يعني ولد الطفل ما تنسد يعني المفروض ساعه الولاده اول ما يشتم الهواء الخارجي سبحان الكريم المفروض هاي الاوبننج تنسد ما تنسد شو يصير حول هاي الحاله فيتن دكتس ارتريوسس هي دكتس ارتريوسس هي داخل الرحم بس من فيلر تو كلوز بعد الولاده سحوله بيتن يعني شو البيتن يعني متبقيه بيتن دكتس ارتريوسس سو ذا بلاد ايجكت فروم ذا رايت فنتريكل باي باس ذا لانج اند جو دايركتلي تو سيستم سيركيليشن معناته شوفوا اكو دم غير مؤسج يجي راس الباي باس عن طريق هاي الفتحه من رايت فنتريكل يروح راس السيستم سيركيليشن فهاي شو تسمعون بيها المرمر هنا أنا. من الرايت فنتركل للسيستمك سيركوليشن يعني كله دايستول سيستول دايستول يعني كله على طول الكارديو ساكل يعني اسمع مرمر بحيث اصلا ما اميز الفيرست والسكند يعني شش معناته اصلا شمس قاعد يصير مو صحيح؟ فشو تسوي هذا المرمر اللي مستمر بالسيستول والدايستول من يقول لي؟ كونتينوس احسنتي كونتينوس مرمر يعني مرمر مستمر جاي من السن ودا يصير خلال السن والدايستول او اسم ثاني تحوله ماشيناري مرمر ماشيناري مرمر او كونتينوس مرمر نفس الاسم وهذا وين يصير يصير بحاله وحده اللي هي بالبيتن دكتس ارتريوسس يعني انه هاي الفتحه اللي بين البلمونري ارتري والسيستم يعني الايورتا ما انفدت بعد الولاده ومرات يقولوا له يعني الطفل يجي صحيح يقولوا له ما يحتاج يعني علاج او في شيء يقولوا له صغر مرات شهرين مرات 3 اشهر احيانا 6 اشهر انتظروا للسنه اذا السنه ما سددت لازم عمليه سيرجري يسدوه يسووا له باتش ويسدوه يعني بالكات او اوبن هارت سيرجري ويسدوه طلاب عندكم سؤال عيني يعني هيك شيء استمنى تمنى الأسئلة كلها عندكم سؤال بعد قلبة عندكم سؤال عشيركم دكتورة أي شيء يعني أي شيء مفاهمين أي شيء مفاهمين إحنا مستعدين نجاوبكم عليه دكتورة إن شاء الله شكرا حمزة تسلمون دكتورة شكرا جزيلا يعني بالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا مع السلامة مع السلامة دكتور الله يعطيك السلام عشتي ليكم شباب والله وحوش